مرحباً يا شباب، أنا لونا. عدت إليكم بمقطع مصور جديد. هذه مدرستي. هالأشياء المثيرة قادمة. أنا أمزح، هذا أنا فقط. أوه، سأريكم يوماً في حياتي. إنها فرصتي، يجب أن أبدو بأفضل مظهر. لا يمكن لشيء أن يفسد هذه اللحظة. ياه! لونا، أنا آسف. ها؟ حقيبتي. لماذا تصرخ؟ يجب أن أصلح هذا. امنحيني القليل من الوقت. سأثبت هذا هنا وأقصها من هنا. وهقد صنعت لك حقيبة جديدة. أتمنى أن تنال إعجابك. واو، تعجبني كثيرا. يا أصدقاء، عليكم مشاهدة هذا. إنها الحقيبة الأجمل على الإطلاق. رحبوا ببراين. يجب أن أذهب إلى الدرس. إلى اللقاء يا براين. ها؟ لا، انتظري لونا. يوم جديد عادي، لكن علي إنهاء هذا العمل. هل يعمل هذا الشيء أصلاً؟ ها؟ ما هذا الضجيج؟ هذا ممتع جداً. أهلاً بك في متجر الألعاب الخاص بي. انظر من حولك. أليست هذه غرفة اللعب؟ انظروا إلى هذا. هناك الكثير من الألعاب. لقد تحققت كل أحلامي. من أين أبدأ؟ متعة التسوق. سأخذ هذا وهذا. أعتقد أن هذا هو كل شيء. سأحسب لك ثمنها. تملك ذوقاً فاخراً. لا أحب هذا الصوت. ثمنها 1,000,000 دولار. إنها صفقة. الكثير من الأصفار. حسناً، ربما أحتاج إلى خفض أسعاري. لا بأس. ما رأيك الآن؟ هل يعجبك هذا؟ هذا أفضل. يمكنني دفع هذا. هل يمكنني الدفع بالبطاقة؟ ماذا؟ لا، نحن نقبل الدفع نقداً فقط. أترى؟ هناك لافتة. لا بأس، سأذهب لسحب النقود. لا تنظري إلى الرقم السري، إنه سر. انتظري، لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. سأحتاج إلى بعض العملات المعدنية أيضاً. أعتقد أن هذا كافٍ. ستكون هذه الألعاب لي. تفضلي. لقد كان ذلك رائعاً. كيف فعلت ذلك؟ تعالي هنا وسأخبرك. كل ما تحتاجينه هو الورق المقوى. سأرسم أولاً خطوطاً للفتحات، ثم أقصها. وبعد ذلك أحتاج مربعاً صغيراً من الورق المقوى. سأقص به أخاديد بهذا الشكل. هكذا بالضبط. سأضع الغراء على الأطراف. لن أضع الكثير منه. ثم أثبته على الشقوق. وبينما أنتظرها إلى أن تجف، يمكنني صنع بطاقة الصراف الآلي الخاصة بي. سألون قطعة فوم باللون الأبيض. علي فقط التأكد من أنها بحجم ملائم. يجب أن تنزلق للداخل والخارج. تبدو مناسبة. أنا سعيد جداً بهذه النتيجة. والآن سأقلب الورق المقوى. أحتاج إلى مربع صغير آخر من الورق المقوى. سألصقه على حافة الفتحات. وسأكرر ذلك لجميع الفتحات. وأثبتها في أماكنها المخصصة. أحتاج الآن إلى قطعة كبيرة من الورق المقوى. سأحولها إلى أنبوب. سأترك قسماً صغيراً في النهاية. ثم سأضع الغراء عليه. سأضع خطاً من الغراء هنا. سأضغط عليه برفق. ثم سأثبته على الورق المقوى. سأضع مربعاً آخر هنا. والآن سأصنع صندوقاً. سألصق قطعة كبيرة من الورق المقوى على جانب واحد. ثم أوقفه. ستكون القطعة التالية الخلفية. سأستخدم الغراء لتثبيتها في مكانها. والآن أحتاج إلى وضع قطعة من الورق المقوى على شكل زاوية. يمكنني الآن إضافة الجانب الأخير. سألف قطع النقود وأضعها في الفتحات. وأضع القطعة النقدية في الأنبوب. عندما تدخل البطاقة في الفتحة، ستندفع الأموال إلى الخارج. علي الآن تزيينه فحسب. إنه رائع، أليس كذلك؟ إنه يبقي أموالي بأمان. أريد أن أجربه. يمكنك العمل في المتجر؟ وسأخذ هذا. إلى اللقاء. ماذا؟ هاي، هذا ما أريده. لن أرحمك. هل هذا أفضل ما لديك؟ خذ هذا. لا، لم تهزميني. هجوم، سأنهل منك الآن. توقف. لقد نفذت المياه. إلى أين ذهب؟ هناك حل واحد فقط. احتمي. لقد تدربت جيدا. انظري إلى هذه الحركات. هيا بنا. لن تهزميني أبدا. سأهزمك. تبا. كاد أن يقضي علي. أحتاج إلى درع. ليس هناك مفر. سأهزمك الآن. لا، الأصيص. ماذا فعلت؟ لم أقصد فعل ذلك. ستغضب أمي كثيرا.
كيف سنحل هذه المشكلة؟ مهلاً، لدي فكرة. نحتاج أولاً إلى شريط من الورق المقوى، ثم سأحضر إسفنجة. لقد نقعت الإسفنجة في الماء، سأضعها على الورق المقوى. يجب أن أجعله رطباً. يبدو ذلك جيداً. يمكنني أن إزالة الطبقة العليا، ثم سأحضر علبة معدنية، سأضعها على الورق المقوى ثم ألفه. حان وقت الرسم. يمكنني منحها مظهراً جميلاً. سأربط خيطاً حولها لأحصل على أصيص جميل وملون. واو، هذا مذهل. لننهي معركتنا الآن. عد إلى هنا. انقر أعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة. هذا درس ممل جدا. بالكاد أستطيع فتح عيني. كيف تستطيع أوتينا النوم هكذا؟ هاي لكسي، ماذا هناك؟ أعتقد أن علينا المرح قليلا مع تينا. هل تقصدين ما فهمته؟ إن كان الأمر كذلك فأنا مستعدة. لا توقظيها. هنا بالضبط، هذا هو المكان المناسب. حسناً، أنا مستعدة. يمكنني استخدام هذا. يبدو هذا جيداً. ضعي زجاجة المشروب الغازي فوق دفتر الملاحظات. هل أحضرتي عصابة الرأس؟ حسناً، هذا ممتاز. ستكون النتيجة رائعة. أنا متحمسة جداً. قد يحدث ذلك في أي لحظة. ها قد حدث. مبللة بالكامل. يا إلهي، كان ذلك مضحكاً جداً. هل أنتم الفاعلتان؟ هذا فظيع. إنه أسوأ اختبار رأيته في حياتي. أعني أنهم لم يستطيعوا حتى كتابة أسمائهم بطريقة صحيحة. هذا راسب. كيف يمكن لأحد الإخفاق إلى هذا الحد؟ ما التالي؟ هل هذا مقلب؟ أو ملن؟ هذا جيد، أنا مندهشة. لقد حصل على تقدير ممتاز. واو، يستغرق هذا العمل وقتاً طويلاً. لا يزال لدي الكثير من الأوراق. أحتاج إلى استراحة. لابد أن هناك طريقة أكثر سهولة. مهلاً، أعتقد أنني عرفت ما علي فعله. أحتاج خاتماً مسطحاً هكذا. سأضع الغراء على سطح الخاتم، ثم أثبت فوقه قطعة من الفوم. والآن سأكتب حرف F باستخدام مسدس الغراء. لن أتعجل، لن أسمح لأحد أن يقيم مهاراتي الفنية. يبدو هذا جيداً. سأصنع خاتماً آخر. سأكتب عليه هذه المرة حرف S. سيسرع هذا عملية تصحيح الأوراق. سأضع الخاتمين في إصبعي ولنبدأ التصحيح. سأضغط بالخاتم على ورقة الاختبار. انظر إلى هذا، لقد نجحت. أجل، هذا أسهل بكثير، وهي طريقة رائعة للتخلص من التوتر. سأنتقل الآن إلى الورقة التالية. مهلاً، انتهيت من تصحيحها جميعاً. هذان الخاتمان هما المفضلان لدي. يمكنني الاسترخاء الآن. لقد جابت أخيراً. هيا بسرعة. ها، ما هذا؟ يا له من خاتم غريب الشكل. انظر إليه. ما هذا؟ لقد وجدت خاتماً. إنه جميل. انظر، هناك خاتم آخر. إنه يناسبني تماماً. انظر يا ديفيد. واو، هذا رائع. مهلاً، أريد أن أجرب شيئاً. لا تتحرك. أوه، لما فعلت هذا؟ هيا، هذا ليس عدلاً. أنت الآن في ورطة. أرني ما لديك. ماذا؟ يا أولاد، توقف. هل هذا أفضل ما عندك؟ توقف حالاً. ماذا تظنان أنكما فاعلان؟ هو من بدأ بذلك. ها، تبدو سخيف المظهر. وأنت أيضاً. هذا ليس مضحكاً. هذا الخاتمين، هيا سلماهما حالا. والآن اخرج من هنا. إنهما مضحكان بالفعل. سأضيف المزيد من الملصقات إلى دفتر ملاحظاتي. اليونيكورن جميل جدا. واو، يا له من دفتر رائع. علي أن أذهب إلى الفصل. يجب أن لا أتأخر. أنا متحمسة جدا لتباهي بدفتر ملاحظاتي. سيغار الجميع مني. سأضع دفتري هنا. ماذا؟ ما الذي أراه؟ هل قلتي دفتر ملاحظاتي؟ عما تتحدثين؟ مهلاً، لحظة. سأغادر. هل ذهبت؟ كان ذلك محرجاً جداً. لا أصدق أننا نملك الطراز نفسه. مهلاً، أعتقد أن بإمكاني حل هذه المشكلة. أحتاج فقط إلى هذا القلم. سأبدأ برسم قلب على هذه الملاحظة اللاصقة، ثم يمكنني البدء بتلوينها. هذا اللون الأحمر مثالي. ثم سأضيف بعض الظلال لجعله أكثر جمالاً، ثم يمكنني قصه. والآن سألصقه على ورقة الزبدة، ثم أغطيه بشريط لاصق. سأجعله مسطحاً، لا أريده أن يكون مجعداً. ثم يمكنني قصه. سأقصه ليكون أكبر من القلب الذي رسمته. لقد أنهيت بعض الرسومات الأخرى، وسأستخدمها لتزيين دفتر ملاحظاتي. سألصق الفراولة أولاً. سأنزع الورقة الخلفية وألصقها على دفتر الملاحظات. لقد أصبح أجمل بكثير من ذي قبل. هذه الملصقات أجمل من اليونيكورن.
مرحبا ناومي، كيف حالك؟ أنا بخير. واه، يا لها من ملصقات جميلة. أليست أجمل ملصقات على الإطلاق؟ لقد صنعتها بنفسي. انظري، لدى لكسي ملصقات مماثلة. هذا غريب. سأضع حدا لهذا. يجب أن يكون هناك دفتر ملاحظات واحد مزينا بالملصقات. يمكن لناومي أن تقرر. ماذا؟ هذا مستحيل. أو حسنا، لقد خدعناك. أجل، كان ذلك مضحكا. لنذهب إلى الفصل. اضغط زر الإعجاب بالفيديو واشترك لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة. واو واو، شاهدي هذه السعرة يا جولي. إنها جميلة حقا. نعم أعرف إنها مميزة جدا. أتمنى لو كان لدي ساعة مثل تلك. أوه، وجدتها. لدي فكرة رائعة، وأنا بحاجة إلى هذا الورق. سيكون هذا جيدا. سأقص الورقة على شكل ألماسة، ثم سأطوي الزوايا، والآن أحتاج إلى قصها. لست بحاجة إلى هذه الأجزاء. سأمسك الحافة السفلية وأطويها. أريد الحصول على طية، ثم سأفعل الشيء نفسه مع الحافة العليا. سأجمعهما في المنتصف، ثم أطويهما مرة أخرى. أريد ضم الحواف إلى الداخل حتى أحصل على شريط رفيع. والآن سأطوي قطعة من الورق الأزرق، ثم أشكلها في صورة مربع. سأحتاج إلى مقص للجزء التالي. سأقوم بقص الزوايا. أريد جعلها دائرية. لا أريد قص الكثير، بل مجرد قطع صغيرة. أحتاج إلى التزيين الآن. أريد أن أجعلها جذابة حقا. سأرسم وجها سعيدا. أعتقد أنه يجب أن يغمز. والآن سألونه. سأحتاج إلى عرض الساعة. سألصقه أسفل الوجه. والآن سأخذ شريط الورق البرتقالي. سألصق الوجه عليه، وهذا كل شيء. ها هي ساعتي الجديدة. كم أنا متحمسة لاستعراضها. ماذا؟ أوه جميل. انظر مرة أخرى. جولي، ساعتك غير مضبوطة. هذا محرج. حزامي ضيق قليلاً، من الأفضل أن أخففه. ويحي، لقد أفرطت في القوة. ساعتي لقد انكسرت. ما كل هذا الضجيج؟ لقد كان هدية من مولي. أريدك أن تأخذ هذه الساعة. أوه حقاً، كم هذا لطيف. ماذا سأفعل؟ لا تبكي، هذا محرج. أحتاج إلى القيام بشيء ما. أها، وجدتها. ها؟ كان وضعها أفضل في رأسي. هل أنت بخير؟ تجعل إعلانات الشامبو الأمر يبدو أسهل، لكن كل شيء تحت السيطرة. ثق بي. سأحتاج إلى قص ربطة شعري. هكذا بالضبط، هذا ما كنت أحتاجه. والآن سأخذ ساعة ليو. سأضعها على أحد الأطراف، ثم أمسك بإبرة وخيط وأمررها عبر إبزيم الساعة. سأحتاج إلى التأكد من ثباتها، إذ لا نريد المزيد من الحوادث. صار حزام الساعة رائعاً. آمل أن يعجبه. تفضل يا ليو. ما الأمر يا جولي؟ أوه، لقد أصلحت ساعتي. أنا أقوم بواجبي فقط. تبدو رائعة. أمهليني ثانية، لدي شيء من أجلك. هذه هي طريقتي في التعبير عن الشكر. واو، هل تعني ذلك حقاً؟ إنها جميلة وهي ملكي. شكرا جزيلا. لا شكر على واجب. كيف يبدو شعري؟ من الصعب للغاية أن يبدو المرء بهذه الروعة. أوه، لم أتأخر على الصف. لحظة واحدة، ما هذا كله؟ هذا ليس مكياجي. جولي، لا تلمس ذلك. يا للهول، يمكنك أن تكوني مخيفة حقا. الآن أين توقفت؟ أو صحيح، كنت أبدو جميلة. هذا يحدث كل يوم، يا له من سخف. أوه، أسقطت مرآتي، من الأفضل أن ألتقطها. ها؟ مهلاً، أصبحت الأمور مثيرة للاهتمام فجأة. أين فرشاة الشعر الخاصة بي؟ أها، ها هي. أوه، هذا ليس جيداً، إنها عالقة، لا أستطيع إخراجها. ما الذي يحدث؟ ربما أستطيع المساعدة. سنقصه قصاً. لا يمكن. مهلاً، عودي. لقد لقنتها درساً. سأتخلص من كل هذه الأشياء. كان ذلك سهلاً للغاية. سأحتفظ بهذا للمرة القادمة. أو من الأفضل أن أخرج كتابي. بدأ الدرس. لا يا أبي، أريد حصاناً صغيراً. أو هاتفي الغبي لا يعمل. مهلاً، انتبه. شاهد ما فعلت. أنا آسف جداً، سأجمع أغراضك. لقد كان حادثاً. أسرع. لديك الكثير من الأشياء، لكني يمكنني مساعدتك. انتظري هناك. ماذا تفعل؟ سوف تحبين الفكرة.
سينقذ قلمي لطباعة ثلاثية الأبعاد الموقف. سأبدأ برسم نمط على غطاء الهاتف. الآن سأضيف خطوطا عمودية. سأفعل هذا بطول الغطاء. أريد أن يكون النمط مثاليا. أحتاج إلى صنع شبكة أصغر وستعادل نصف حجم الشبكة الأولى تقريبا. والآن أحتاج إلى دمجهما معا. سأفعل ذلك من خلال بناء الجوانب وسأكرر العملية على ثلاثة من الحواف. سأترك الجزء العلوي كما هو. لقد انتهيت. ألقي نظرة هنا. يمكنها حفظ كل أموالك. أو كنت أنسى. وبطاقة الائتمان أيضا. ها هي تدخل. ألقي نظرة. واو كم هذا ذكي. شكرا يا ليا. تسعدني المساعدة. هل هناك خطب معه؟ هاتفي لا يعمل. يمكنك أخذ هذا الهاتف. أنا لا أستخدمه. مستحيل. أنت تستحقه. كن حذراً. هيا له من هاتف صغير وزلق. أليس كذلك؟ أعرف ما يجب فعله. أعطيني سروالك. يا للهول كيف فعلت ذلك؟ تحقق من هذا. سأحتاج إلى إجراء بعض التعديلات. سأقوم بقص مربع من الدانم. يجب أن يكون أكبر من غلاف الهاتف قليلاً. سأضع الغلاف على الدانم. والآن سأقص فتحة في مكان وجود الكاميرات. كان هذا سهلاً. والآن يمكنني مباشرة العمل. سأضع الدانم فوق الغلاف. أحتاج إلى تأكد من أن فتحات الكاميرا في المكان الصحيح. والآن سألصقه في مكانه. لا أريد أي تجاعيد. أنا راضية عن النتيجة. وبعدها سأحتاج إلى المزيد من الغراء. سأصنع مربعاً صغيراً في الجزء السفلي من العلبة. أعتقد أن هذا هو الحجم الصحيح. سأضع قطعة أخرى من الدانم عليه. ثم يمكنني أن أضغط عليها لأسفل. هذا لك. يا للهول هذا رائع. سيكون هاتفي آمناً وأنيقاً. لكننا ما زلنا نواجه مشكلة. أنا أسبقك في التفكير بكثير. أستر نفسك. كان الجو يزداد برودة في الأسفل. لكن هكذا أفضل. سأضع هاتفي في جيبي. ها؟ كيف حدث ذلك؟ مهلاً انظري إلى هذا. يجب أن أرد على هذه المكالمة. مرحباً السيد الرئيس. هل يمكنك سماعي؟ هذا محرج للغاية. ولكنها صنعت هذا الغلاف من أجلي. وهو يستحق العناء بالتأكيد. سأرقص وأرقص وأرقص. يجعل الرقص التنظيف أكثر متعة. لا 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 انظروا إلى هذا. سرعان ما سأتخلص من هذا كله. يجب أن يكون كل شيء نظيفا. لا أريد رؤية ذرة غبار. من الأفضل أن أنظف هنا. ما هذا الصوت الفظيع؟ عدت للغناء مجددا. تلقيت رسالة. ماذا؟ لقد انتظرت هذا طويلاً. لكن لا يمكنني الذهاب بهذا الشكل. أيها الخادم. لقد استدعيت. ها هي الملابس يا سيدتي. لدينا لباس لكل مناسبة. لنرى الآن. ربما تحتاجين إلى شيء براق. كلا. ها هو ثوب أنيق سيجعله يقف مذهولاً. هل أنت جاد؟ إنه أنيق. أبدو مثل كيس قمامة مرصع بالماس. هذا صعب. مهلاً لقد وجدتها. لما أزعج نفسي حتى؟ قد تأخر كثيراً. أعتقد أنك ستحبين هذا. لقد صممته بنفسي. إنه جميل. أريد أن أجربه الآن. واو أبدو مذهلة. كالعادة يا سيدتي. لكن حان الآن وقت تسريح شعرك. دعي الأمر لي. أنا أسريح شعر أمي. أعتقد أنك بحاجة إلى شعر مموج. ما تلك الرائحة؟ إنه وسيم جداً. سيكون أجمل موعداً على الإطلاق. كيف تسير الأمور لديك؟ كل شيء على ما يرام. لقد انتهى عملي هنا. انظري. أنا جميلة دائماً. مهلاً ما هذا الذي على ذقني؟ هذا فظيع. أنا قبيحة. أبعدها عني. عذراً سيدتي. يجب أن تفعل شيئاً. لا أجيد العمل تحت الضغط. دعيني أفكر. كلا هذا غير مجد. ماذا لدي أيضا؟ بالطبع لا. مهلا اللحظة. مزيل الغبار. قد يكون هو الحل. أعني إن الأمر يستحق التجربة. سأمرره على بشرتك وسيمتص تلك المادة اللزجة من المسام. هذا أشبه بإزالة الغبار. أعتقد أنني أزلتها كلها. انظري. لقد استعدت بشرتي الصافية. كنت أشعر بالقلق. أشعر بالراحة الآن. أنت موظف بارع. لا تشكريني بل اشكري هذه الأداة الصغيرة. لا يبدو هذا جيدا. من الأفضل أن أصلح هذا. سأغطيه فقط. هذا أفضل. أعتقد أنني مستعدة للذهاب إلى موعدي. لا تنتظرني. وداعا. استمتعي بوقتك يا سيدتي. كاد يكشف أمري. يا له من يوم رائع. ها
واو، ثمار الفراولة هذه طرية جداً. تفاح وفراولة وعنب. أحب أكل هذه الفاكهة. إنها نزهة رائعة. أتعلمون؟ أنا أستحق هذا. أريد تناول الفاكهة أيضاً. لكنني لا أملك المال. هذا مزعج جداً. أهلاً، تلك شجرة برتقال. برتقال طازج. سأذهب لأقطف الثمار. حسناً أيتها الشجرة، أعطيني تلك الثمار. ربما هذا أصعب مما ظننت. يجب أن أجد حلاً. إن كنت بهذا الطول والشجرة ضخمة، سأحاول أن أقفز. أوه، كان ذلك وشيكاً. لن ينجح هذا. ما للحظة؟ ربما يمكنني استخدام هذه الزجاجة البلاستيكية. أريد صناعة بعض الشقوق في قاع الزجاجة. سأصنع ثقباً في كل جناح ثم أسحب خيطاً عبر الثقب. سأكرر هذا لكل جناح. والآن سأسحب الخيط عبر أنبوب لأحصل على أداة لقطف البرتقال. أنا متأكدة أن هذا هو الاسم المناسب لها. وعندما أسحب الخيط ستفتح الزجاجة. أنت لي أيتها البرتقالة. أمسكت بك. لقد نجحت. أنا سعيدة جداً الآن ومتحمسة لتناولها. سأنزع القشرة وأستمتع بتناول البرتقالة الطازجة. لست بحاجة إلى هذه بعد الآن. تعال إلى فمي. إنها لذيذة جداً، حلوة وطرية. ما الذي أراه؟ ألا تشعرين بالخجل؟ لقد أفسدت يومي. احرص على إظهار فستاني. هل نحن على الهواء مباشرة؟ مرحبا يا أصدقاء، شكرا جزيلا على هدايا عيد ميلادي. أنت نجمة يا سيدتي. هل صورنا فتح هذا الصندوق؟ ليس بعد. هيا. يا إلهي، هذا مثير جدا. ما هذا يا ترى؟ لا أصدق. عليكم رؤية هذا يا أصدقاء. أليس رائعا؟ لنجرب. هيا بنا، انظروا إلى هذا. هناك الكثير من الفقاعات. إنه رائع. احترس عيني. توقف توقف. هذا مضحك. ربما يمكنني صنع فقاعاتي الخاصة. هذا ما أحتاج إليه. سأخذ هذا. أحتاج إلى شيء ليغمسه فيه. مهلا، هذه الشفاطة مثالية. لحسن الحظ لم ألقي القمامة هذا اليوم. أعتقد أنه لدي كل شيء. أنا بحاجة إلى بضعة شفاطات أخرى. إنها زاهية اللون. والآن سأحتاج إلى رباط مطاطي. أريد ربطها معا. هذا أشبه بشفاطة عملاقة. سأحتاج إلى الصابون الآن. سأضعه على صينية وأسكب الماء فوقه. يمكنني غمس الشفاطات في الماء. سأحرص على أن تكون مغطاة بالصابون. ثم أشغل مجفف الشعر. لقد نجحت. انظروا إلى هذه الفقاعات. كان ذلك سهلا. لا أدري ماذا سأكل. هناك الكثير من الخيارات. لكن يا أبي، أريد يونيكورن. هاي، هنا. سأحضره حالا. احرصي على فعل ذلك. تفضلي بالهناء والعافية. لما علي الجلوس بجوارها؟ لا، لن تفعلي. هذا سيء. هذا مثالي. طعامك سيدتي. أملك ذوقا فاخرا. لذيذ ولا يناسب الجميع. ماذا؟ هاي أنت، تعالي إلى هنا. نقودك سيدتي. لذيذة. ماذا؟ لا أصدق. ذهب لذيذ. سخيفتان. أنا جائعة جدا، أريد شيئا لتناوله. لكن ماذا؟ لا كثير من الخيارات. وجدتها. هذا اللون مناسب لي. سأبدأ بالصيد. جميلة وطرية. أعتقد أن هذا طعام سريع. جميل وسهل الصيد. يا لها من تحلية. أحب العناكب. ماذا؟ نسيت هاتين الفتاتين. علي أن أجد وظيفة أخرى. ما هذا؟ نمت جيداً.
حان وقت الاستعداد. لا ماء، لماذا سأغسل وجهي؟ سأنظف أسناني على الأقل. ما الحاجة لفرشة الأسنان؟ رائحة النعناع المنعشة. حسناً، ستفي بالغرض. ماذا سأرتدي؟ حسناً، جميل. جيد، سأذهب الآن. لا لا، ذلك اليخت صغير جدا. 10 قطع شمس. أحتاج فكرة مبتكرة. واو، جيد. هاي، انهضي. ووهو، حسنا، لن تقاوم هذا. ذهب، يا له من حلم رائع. أحسنت صنعا كالعادة، إنه عملي. وداعا. حل صباح. أين هاتف المكياج؟ أريد مساعدتك. ماذا يمكنني أن أفعل لك؟ ضعي لي المكياج. سيكلفك هذا. أين النقود؟ حسنا، خذي. حقا، مستحيل. هل علي فعل كل شيء بنفسي؟ هذا ممل. حسنا، أعتقد أننا مستعدون للبدء. هاي، انتبه. أول خريجة هي شارل. معجبين المخلصين. تخرجتي لأن والدك اشترى لنا مسبحا. تهانينا. لم تلمسني؟ لا أحب هذا، سأغادر. لنصفق لشارل. أتاني يا إلي. أحرص أن يلتقى المصور صورا جميلة. تفضلي شهادتك. مرحى، فعلتها. بكل تأكيد. وقت سيلفي. هذا جميل. حسناً، انزلي عن المنصة. وأخيراً آسي. أنا سعيدة جداً. إليك هذه الورقة. هذه؟ وعدت نفسي ألا أبكي. تعالي إلى هنا. تمالك نفسك يا كيفن. تستحقين هذا يا آسي. واو، منحة. وهو يا آسي، هذا أفضل يوم على الإطلاق. درس ممل جدا، بالكاد أستطيع فتح عيني. كيف تستطيع تين النوم هكذا؟ هاي لكسي، ماذا هناك؟ أعتقد أن علينا المرح قليلا مع تينا. هل تقصدين ما فهمته؟ إن كان الأمر كذلك فأنا مستعدة. لا توقظيها. هنا بالضبط، هذا هو المكان المناسب. حسنا، أنا مستعدة. يمكنني استخدام هذا. يبدو هذا جيدا. ضعي زجاجة المشروب الغازي فوق دفتر الملاحظات. هل أحضرت عصابة رأس؟ حسنا، هذا ممتاز. ستكون النتيجة رائعة. أنا متحمسة جدا. قد يحدث ذلك في أي لحظة. ها قد حدث. مبللة بالكامل. يا إلهي، كان ذلك مضحكا جدا. هل أنتما الفاعلتان؟ هذا فظيع. إنه أسوأ اختبار رأيته في حياتي. أعني أنهم لم يستطيعوا حتى كتابة أسمائهم بطريقة صحيحة. هذا راسب. كيف يمكن لأحد من الإخفاق إلى هذا الحد؟ متى لي؟ هل هذا مقلب؟
أو ما لنا، هذا جيد، أنا مندهشة، لقد حصل على تقدير ممتاز. واو، يستغرق هذا العمل وقتا طويلا. لا يزال لدي الكثير من الأوراق، أحتاج إلى استراحة. لابد أن هناك طريقة أكثر سهولة. مهلا، أعتقد أنني عرفت ما علي فعله. أحتاج خاتما مسطحا هكذا. سأضع الغراء على سطح الخاتم، ثم أثبت فوقه قطعة من الفوم. والآن سأكتب حرف F باستخدام مسدس الغراء. لن أتعجل، لن أسمح لأحد أن يقيم مهاراتي الفنية. يبدو هذا جيداً. سأصنع خاتماً آخر، سأكتب عليه هذه المرة حرف A. سيسرع هذا عملية تصحيح الأوراق. سأضع الخاتمين في إصبعي ولنبدأ التصحيح. سأضغط بالخاتم على ورقة الاختبار. انظروا إلى هذا، لقد نجحت. أجل، هذا أسهل بكثير، وهي طريقة رائعة للتخلص من التوتر. سأنتقل الآن إلى الورقة التالية. مهلاً، انتهيت من تصحيحها جميعاً. هذان الخاتمان هما المفضلان لدي، يمكنني الاسترخاء الآن. لقد جابت أخيراً، هيا بسرعة. ها، ما هذا؟ يا له من خاتم غريب الشكل. انظر يا ليو، ما هذا؟ لقد وجدت خاتماً، إنه جميل. انظر، هناك خاتم آخر، إنه يناسبني تماماً. انظر يا ديفيد، واو، هذا رائع. مهلاً، أريد أن أجرب شيئاً. لا تتحرك. أوه، لما فعلت هذا؟ هيا، هذا ليس عدلاً. أنت الآن في ورطة. أرني ما لديك. ماذا؟ يا أولاد، توقف. هل هذا أفضل ما عندك؟ توقف حالاً. ماذا تظنان أنكما فاعلان؟ هو من بدأ بذلك. ها، تبدو سخيف المظهر. وأنت أيضاً. هذا ليس مضحكاً. هذا الخاتمين، هيا سلماهما حالا. والآن أخرج من هنا، إنهما مضحكان بالفعل. هذه كمية كبيرة من الطعام المصادر، لكن يجب تنفيذ القواعد. لا شيء يفوتني. أو بطني تقرقر، ربما ستناول وجبة خفيفة سريعة. لن يعرف أحد أبدا. الشوكولاتة، إنها لذيذة جدا. أوه، كيت أسقط الحلوى الخاصة بي. أوه، ليس هذا جيداً. من الأفضل أن أذهب إلى الصف، ومن الأفضل أن أبدو مخيفاً. توقفي، أنت تعلمين أن الطعام ممنوع في الصف. إنها منطقة خالية من الوجبات الخفيفة. هل هذه شوكولاتة على وجهك؟ عن ماذا تتحدثين؟ لكن ما زال الطعام ممنوعاً. ليس هذا عادلاً. أوه، كان يمكن أن يكون هذا أسوأ. مهلاً، وجباتي الخفيفة. أوه، لن أستطيع تناول وجباتي. كنت أتطلع إلى تناولها، من الأفضل أن ألتقطها. انظروا إلى هذه الفوضى، يوجد دبابة هلامية على الأرض. مهلاً لحظة، انظروا إلى ذلك، تذيب الشمس الدبابة الهلامية. دعوني أتفقد ذلك. مهلاً، هذا يعطيني فكرة. سأزيل الممحة من قلم الرصاص، ثم سأدخل شفاطة هكذا تماماً. سأقص الجزء الزائد. يبدو هذا صحيحاً. الآن سأخذ شمعة مضاءة، سأذيب الدبة الهلامية على اللهب. رائحة طيبة، أريد أن يتحول إلى سائل. ثم سأصب عصير الهلام اللذيذ في الشفاطة. لا أريد أن أسكبه، سأنتظر حتى يتجمد. الحلوى الهلامية السرية. أوه نعم، أنت مجدداً؟ ليس لدي أي طعام. هذه الرقائق لذيذة جداً. فيو، لقد نجح الأمر. أعتقد أنني أستحق مكافأة. إنها لذيذة جداً. هذا ما أحتاجه تماماً. لذيذ. لا أصدق أنه يوم الاثنين مجدداً. أجل، المكان بارد جداً هنا. أجل، أعتقد ذلك. من الأفضل ألا يكون هناك اختبار اليوم. أجل، أتفق معك، أنا لا أدرس على أي حال. حسناً أيها الطلاب، حان وقت الاختبار. بالطبع يوجد اختبار، هل هي معك؟ هل تقصد هذا؟ هل تود أن تعرف كيف فعلتها؟ أولاً نثبت الأظافر، بمجرد تثبيتها ألصق عليها ورقة بالحجم نفسه. أمر سهل تماماً، لدي كل الإجابات. رائع، أين خصتك؟ إنها أمامك. ها؟ الصودا الخاصة بي بالطبع. تدا، ها هي، حيلة ذكية، أليس كذلك؟ وإعدادها سهل كذلك، عليك قلبها رأسا على عقب، واكتبي الإجابات هنا.
ثم أقلبها مرة أخرى. هذا رائع، أعرف ذلك. هل أنتم مستعدون؟ أو عجل، لقد ولدت مستعدا. واو، حان وقت القلب. ها هي. أعتقد أن الوقت قد حان الآن. مرحبا يا أصدقائي. ما اللحظة؟ لقد انتهى الوقت. أحسنتم أيها الطلبة. ما نتيجتي؟ وأنا؟ رائع، لقد نجحنا. يا للهول، يا له من اختبار صعب. على الأقل لدي هاتف. مهلا لحظة، أشم رائحة غش. أها أليكس. ليس هذا كما يبدو. أنت في ورطة كبيرة. أنت تعرف القواعد. كنت أتصل بأمي. ماذا سأفعل؟ مهلا، لدي فكرة. أعطني إياه. ها، عما تتحدثين؟ الهاتف المحمول. مهلا، إنه ليس هنا. لابد أنك تتخيلين. أنا أراقبك كالصقر. فيو، كان ذلك وشيكا، لكني خدعتها تماما. إنها مجرد صورة على هاتفي. أنا عبقري. أنت جميلة جدا، شعرك كذاب. ما هذا؟ ماذا هناك؟ عليك أن تدرسي أكثر. هذا أسوأ اختبار رأيته في حياتي. مشكلتها؟ لقد عبثت بشعر دميتي. على اللحظة، رسبت؟ سوف تغضب أمي كثيرا. يا ترى، لدي فكرة. أجل، قد ينجح هذا. سأضع الغراء على قدمي دميتي ثم أضغط بهما على تقدير راسب. ترفعهما الآن بحذر لنغير هذا التقييم. أها، لن يعرف أحد أبدا. فكل هذا بفضلك. ده ممتع للغاية. معدتي تقرقر، أحتاج إلى وجبة خفيفة. حان الوقت للبحث في حقيبتي. هو ماذا لديك؟ هو إنه فارغ. هذا مخيب للأمال. لابد من وجود شيء آخر. لا أعرف. هيا. هو هذا مزعج. لدي فكرة، انظر إلى ما لدي. إنها حلوة لذيذة وطرية. لعابي يسيل. هاو، إنها مذهلة، لذيذة وحلوة كما أحبها تماما. هاو، هل تمازحينني؟ أريد تذوقها. إنها وصفة سرية، لذا لا يمكنك إخبار أي شخص. هاو، غامضة جدا. أولا أحتاج إلى زجاجة فارغة، ثم عبوة من حلواي المفضلة. سأسكب هذا في زجاجة، إنه زاهي الألوان. سأملأه حتى الأعلى. ينبغي أن يكفي هذا. الآن سأضيف الشراب. هذا سيجعلها تلتصق معاً. سيكون هذا لذيذاً جداً. يمكنني وضع الغطاء الآن. وها قد انتهيت. وجبة خفيفة شهية في ثوان. أنا عبقرية. الأمر سهل للغاية. أوه، هذا مدهش. لدي عبوة إضافية. يمكنك الحصول عليها. أوه، شكراً. أتوق لتذوقها. أوه، إنها لذيذة. هذا الواجب صعب. مهلاً، ما كان ذلك؟ لا أفهم أياً من هذا. هذا غير منطقي. يا للهول، إن المعادلات تتضاعف. اتركوني وشاني. لقد رسبت يا جاستن، وهذا يسعدني. ما كل هذه الضوضاء؟ سيترك هذا كدمة. هل تدور الغرفة؟ كلا، لقد أصبت بارتجاج على الأرجح. ما الخطب يا صغيري؟ لما يجب أن تكون الفيزياء صعبة للغاية؟ لا يمكنني فهمها إطلاقاً. سأرتب في هذا الصف. أو رأسي، أملني لحظة. أحتاج إلى وضع ضمادة على هذا. يا له من جرح سيء. علي أن أتوخي الحذر أكثر. هذا أفضل. ماذا؟ هذا أهم يا أبي. لا يمكن أن أرسب. عليك المذاكرة فحسب. إنني أحاول، لكنني أنسى ما ذكرته. مهلاً، لدي فكرة. هذا هو الأسلوب المناسب يا جاستن. ماذا؟ إنني أتحدث عن الضمادات. سأخذها. مهلاً، لدي فكرة. ستحل كل مشاكلي. وداعاً للرسوب، سأزيل الورقة الخلفية من على الضمادة. وقد كتبت كل معادلاتي على قطعة الورق هذا. سأضعها في منتصف الضمادة، وستكون الإجابة قريبة مني دائماً. سأتفوق في هذا الاختبار. إنني أتألم جداً. هو ماذا حدث لك؟ ما زال الأمر حديثاً ولا أريد التحدث عنه. ما زلت ستخضع للاختبار.
أو بالطبع إنني أتطلع إليه. حظاً طيباً فستحتاج إليه. هذا ما تعتقده أنت. سأنزع جزءاً من الضمادة. لدي كل ما أحتاج إليه. مهلاً، هذه فكرة ذكية جداً، أليس كذلك؟ ماثيو وسيم جداً. أوه، يا لك من قلم غبي. ليس لدي وقت لبريه. سأستخدم قلماً آخر. يا إلهي، هل تواجه مشكلة يا ماثيو؟ لا تقلق، يمكنني مساعدتك. شكراً ستيسي. هلا أخفضتم صوتكم؟ أحاول الاعتناء بأظافري. أو أعطني أقلامك. تفضلي، ها هي. يمكنني بريها باستخدام مبرد الأظافر. لست الفتاة الوحيدة المعجبة بجمال ماثيو. مهلا، ماذا يحدث؟ ماثيو لي أنا. هذا فقط ما تظنينه. أو لا، لا تسير الأمور كما يجب. يجب أن أهزم ماندي. إنه جاهز، تفضل يا ماثيو. رائع، لقد نجحت. أوه، شكرا لكما. مهلا. أوه، حتما سيعطيني رقم هاتفه. ربما سيطلب مني الخروج معا. هل يمكنكما بري هذه الأقلام أيضا؟ ماذا؟ لقد أنهيت واجبي وسأغادر. لن تذهبي إلى أي مكان، هذا مستحيل. أرجوك. كلا، لن تغادري أبدا. أوه، وداعا. هاي، عودي إلى هنا. ها، أمسكت بك. هل نسيت شيئاً؟ أوه يا إلهي، هذا ليس عدلاً. كنت أتمنى أنك قد نسيت أمر هذا الاختبار. كلا، لم أفعل. حظاً طيباً. لهذا السبب أكره هذا الدرس. حسناً، ليس لدي خيار آخر. أظن أنه علي تأدية هذا الاختبار. إنه التصرف صحيح. هذه فرصتي. لحسن الحظ أنني مستعدة دائماً. لماذا أذاكر إن كان الغش ممكناً؟ أوه، يا له من زي رائع. ها؟ ماذا تفعل ماندي؟ ما الذي يحدث هناك؟ كل شيء على ما يرام. ربما تسرعت بقول ذلك. هل يمكنني مساعدتك؟ نظرتك جميلة جدا. الغش ممنوع في فصلي ولن أتساهل في الأمر. محاولة جيدة يا ماندي، والآن أكمل اختبارك. هل تظن أنها قصاصة الغش الوحيدة التي حضرتها؟ لدي قصاصات احتياطية. يا لها من فكرة ذكية. ماذا؟ هل تمزحين معي؟ لا أفهم شيئاً مما كتب هنا. لا يهم، المهم أن أجتاز الاختبار. أوه، هذا غريب. انظري ماذا وجدت. هل هذه لك؟ أوه لا، لم أرى هذا الشيء من قبل. خذي أيضاً هذه القصاصات الورقية، فهي ليست لي. أعرف جيداً كيف أؤدي عملي. ليتك بذلت هذا الجهد في المذاكرة للاختبار. أوه رائع، إنها لا تشك في شيء. لا يمكنها منعي من الغش. هذه اليد المزيفة رائعة بالفعل. أشعر أن هناك شيئاً غريب. ماذا تفعل تلك الفتاة؟ سأتصرف بشكل طبيعي ولن تشك في شيء. هاي، سأتصرف بشكل طبيعي. ماذا؟ ماذا يحدث؟ ماندي؟ ها؟ صحيح. أوه، ليس هناك شيء مهم. كل شيء على ما يرام. إنه التحذير الأخير. لا يهم، ربما تساعدني هذه العلكة على التركيز أكثر. أوه، إنها بنكهة الفراولة. ماذا تفعل تلك الفتاة أيضا؟ ماذا؟ ألا يمكنني مضغ العلكة؟ يفترض بك الآن تأدية الاختبار. أعطني هذا. حسنا. أوه، أنهيت الاختبار. تفضلي. آمل أن أنجح. أوبس، ما زلت أمضغ العلكة. حسناً، جيد، رائع، أحسنت صنعاً، لقد نجحت في الاختبار. شكراً لك، سأذهب الآن. وأخيراً يمكنني الخروج من هنا. أشعر بالراحة. وداعاً. وداعاً ماندي، إنها تفعل ذلك دائماً. ربما يمكنني تناول قطعة من العلكة. لا يراني أحد، أستحق تحلية صغيرة. تبدو لذيذة بالفعل. أوه، لما لا؟ إنها لذيذة. مهلا. أوه، هذا مقزز. هل هذه قصاصات ورقية؟ إنها الإجابات. لقد غشت مجددا. لا أصدق هذا. ماندي، توقفي. ماندي، عودي إلى هنا. ماندي، لا شيء يضاهي قراءة كتاب ممتع. إنها الهواية المفضلة لدي. ما أجمل رائحة الورق. لطالما أردت قراءة هذا الكتاب. مرحبا معلمتي. شكرا على ترشيح هذه الكتب. آمل أنها قد نالت إعجابك. أنا متحمسة لقراءتها. يا لها من فتاة لطيفة. وهذا الكتاب رائع حقا. أوه، وأخيرا وجدتك. بحثت عنك كثيرا. هذا هو المكان الذي يشعرني بالسعادة. عذرا،
آسفة جداً، إنه خطأي. على أي حال، هل يمكنك مساعدتي في حل هذا الواجب؟ أوه، بالطبع يا ستيسي. انظري، إجابة هذا السؤال بسيطة جداً. أوه، هذا صحيح، فهمت الآن. شكراً لك. يسعدني تقديم المساعدة. سأستكمل الآن قراءة الكتاب. ماذا؟ فقدت الصفحة التي وصلت إليها. لا يمكنني تحمل المزيد من المشتتات. يجب أن أجد مكاناً للانتهاء من قراءة هذا الكتاب. سأبحث عن مكان هادئ. واو، لم أقرأ من قبل كتاباً رائعاً كهذا. هذا المرحاض مشغول. سأستغرق بعض الوقت. هيا أسرعي. أنا مشغولة. هيا. ماذا تريدين؟ حسنا، سأخرج حالا. ابتعدي، هذه لك، خذيها. هذا مقزز جدا. يبدو هذا المكان جيدا. سأخذ كتبي لحضور الدرس. شش، أنا أقرأ كتابا. أوبس، عذرا، هذا غريب جدا. خذي هذا. لا يمكنني التوقف عن قراءة هذا الكتاب. من التي ألقت هذا؟ توقفنا يا فتيات. مهلا، قد تنفعني هذا. سأعود حالا. سأضع الكتاب على الطاولة، ثم أحضر رباطا مطاطيا وأمده فوق الكتاب. هكذا تماما. والآن أنا بحاجة إلى مشبك ورق، وسأضعه فوق رباط المطاطي، وهكذا لن أفقد الصفحة التي وصلت إليها في القراءة. اجلسنا يا فتيات، سنبدأ الدرس الآن. أخرجنا كتبكن. كنت أقضي وقتا ممتعا. هذا الدرس ممتع جدا. أكره شعري الطويل أحياناً، فهو يغطي عيني ويحجب عني الرؤية. هذا مزعج جداً. ماذا تفعلين؟ لهذا السبب أضع ربطة شعر. عليك تجربتها يوماً ما. تظنين أنك ذكية جداً. تلقيت رسالة. ابتعد أيها الشعر. ماذا كتب فيها؟ رائع، يريد أن نلتقي. لقد انتظرت هذه اللحظة طويلاً. مهلا اللحظة. أردت أن أقبلك لا أن أقبل شعرك. أوبس، سيكون ذلك فظيعاً. لن أسمح بحدوثه. حتماً هناك شيء يمكنني فعله. آمل أن ينجح هذا. ما الذي أفعله؟ ماندي. واو، يبدو شعرك فظيعاً. ساعديني أرجوك. لن أعطيك ربطة شعري، لكن أعتقد أن لدي فكرة. ما رأيك بهذه المشابك؟ هذه حقاً؟ شكراً على المساعدة. ماذا سأفعل بهذا الشيء؟ مهلاً، سأبدأ بلف شعري باستخدام هذا القلم، ثم سأستخدم المشبك لتثبيت شعري. واو، نجحت هذه الحيلة. النتيجة رائعة، ومظهرك جميل أيضاً. حسناً، يجب أن أذهب. إلى اللقاء، استمتع بوقتك. مرحبا، آسفة على التأخير. كان يوما صعبا، لكني برفقتك الآن. واو، يتحول الحلم إلى حقيقة. مهلا. إنها لحظة خاصة يا أصدقاء. تفضل نتيجة اختبارك. ماذا؟ رسبت في الاختبار. واو، حتما أنا غبي. تفضلي يا ستيسي. حصلت على تقدير ممتاز. حظا موفقا في المرة القادمة. يا، انظري إلى هذا. ما الذي تفعله؟ سأضع الغراء اللاصق فوق التقدير. أين هي؟ ها هي. أحتفظ دائما بورقة اختبار احتياطية، إنها للحالات الطارئة كما تعلمين. هل تحمل هذه أينما ذهبت؟ أجل، وسألصقها فوق الورقة الأخرى. يدفعني هذا إلى طرح أسئلة كثيرة. ولقد نجحت في الاختبار، والآن من العبقري يا ترى؟ واو، هذا الأمر مختلف تماما. ما بال هذا الملصق؟ إنه لا يلتصق بالحائط. التصق أرجوك. يبدو أن هذه مهمة سيد غراء. ابتعدي من فضلك وسأتولى الأمر. ماذا تقول؟ ثقي بي. سأضع الغطاء لاحقا، القليل من هذا الغراء وسنحل المشكلة تماما. هكذا، يمكنك الآن الإشادة بعملي. حسنا، أنت محق. إنه لي، أعطني إياه. لن أسمح بحدوث هذا، لكني أعرف الحل. سأصلح هذا القلب المكسور. هل ترين هذا الرجل الغريب؟ أجل، من هذا يا ترى؟ لا يهم، يمكنك أخذ هذا. ماثيو، شكرا لك. هل استخدم الغراء اللاصق؟ كان ذلك مضحكا جدا. مهلا، عذرا، يجب أن أجيب على هذه المكالمة. مرحبا. مرحبا جاي، هل تقيم حفلا؟ سنأتي حالا. ما هذا؟ أعتقد أنني أواجه مشكلة. لقد تمزق جوربي، لا يمكنني الذهاب بهذا الشكل. اذهبي بمفردك. هل أنت متأكدة؟ حسنا، وداعا. وداعا، استمتعي بوقتك. لماذا يحدث لي هذا دائما؟ سمعت أنك تواجهين مشكلة. لا داعي للذعر، لدي الحل.
افعل ذلك حالا. كنت أتوقع رد فعل أفضل من ذلك. سأضع القليل من الغراء فوق المكان الممزق. حسنا، وماذا بعد؟ سيتولى الغراء ما تبقى من العمل ويصلح المكان الممزق. لقد أسعدتني كثيرا. هل تقصدين؟ واو، يدهشني هذا الغراء دائما. يمكنك القول إنني التصقت بك. لقد حصلت على امتياز في اختباري. لا أستطيع تصديق هذا. أنا متحمسة جدا. نعم أحسنت، أتمنى لو حصلت على هذه الدرجة. لا تقلق، انظر، يمكنني إصلاحها من أجلك. انظر، سأضيف بعض الغراء لهذا الطرف ثم سأضعه مباشرة على الدرجة السيئة. وانظر، يمكنني الآن انتزاع الدرجة على الفور. ها أنت ذا، لا مزيد من الدرجات السيئة. والآن يمكنني فقط إعطاؤك درجة أحسن. امتياز، نعم، شكرا جزيلا لك، أنت الأفضل. من الأفضل أن نعود للعمل. نعم معك حق. وقت العمل. ماذا؟ هذا أمر فظيع، لديها حقيبة يونيكورن. حسناً، سنرى من الأفضل. هذا صحيح، لدي لوحة كاملة من الألوان. أراهن أنها غيورة جداً الآن. ألواني جيدة على نفس القدر، يمكنني تعديل مكياج عيني ما احتجت. لدي أيضاً مخالب من الألوان مثل وولفرين. هل تظن هذا جيداً؟ انظر إلى أحمر شفاهي الجديد. هل تظنين هذا يكفي؟ لدي أنابيب طلاء. لا أستطيع تحمله. وبالطبع فرشي. ليس رائعاً، لأن لدي هذا. هذا صحيح، مجموعة كاملة من فرش المكياج. حسناً، تفوز هي بفرشها على ما أعتقد. انتظروا لحظة، أنا لم أنتهي بعد، لأن لدي فكرة عبقرية. سأبدأ بورقة من اللباد، وسأحتاج إلى مسطرة وطباشير. سأرسم خطاً منقطاً بطول بوصة لكل نقطة، وعلى الجهة الأخرى كما أنني رسمت خطاً آخر وقصصت هنا أيضاً. والآن صارت جاهزة لأقلامي وفرشي، يمكنها الآن الانزلاق مباشرة من خلال الفتحات التي صنعتها. حسناً، والآن بعد أن طويتها بالكامل يمكنني إضافة بعض الغراء الساخن هنا. وبعد ذلك لدي هذه العقدة الصغيرة مع حلقة مطاطية. والآن انتهيت. ربما عليك إلقاء نظرة على هذا. ما هذا؟ كيف يجرأ؟ ما الذي يجري هنا؟ مسابقة؟ حان وقت تحديد الفائز. ها هو. يا إلهي، نعم، هذا كل ما أردته يوماً. لا يمكنني تصديق هذا. حسناً، معي كل هواتفي. انتظروا لحظة. لا، إنها تأخذ هواتف الجميع. لن تسمح لي بالدخول دون تسليمها. حسناً، سأخفيها في جيبي وفي أي مكان. حسناً، هذا جيد. أعتقد أنني جاهز للتسلل بهذه الهواتف. انتظر، من الأفضل أن أسلم واحداً حتى لا تشك بي. تفضلي سيدتي، ها هو هاتفي، أنا لا أحتاجه. حسناً، لقد دخلت، لم تشك بأي شيء. حسناً أيها الطلاب، اليوم هو يوم اختبار، لديكم وقت محدود، لذا ابدأوا الحل من فضلكم. حسناً، حان وقت إخراج أول هاتف. لقد نسيت تماماً شحن البطارية. سأتفقد الذي بقبعتي، سينقذني ذلك الهاتف. ما كان هذا الصوت؟ أعتقد أنه لم يكن شيئاً. كان هذا وشيكاً. حسناً، الآن علي إخراج هاتفي دون أن تلاحظ. لا، الشاشة محطمة تماماً من السقطة. حسناً، أحتاج فقط لإخراج هاتف آخر، الهاتف الموجود بغطاء رأسي. ما الذي يحدث هناك بالخلف؟ يملك بالتأكيد هاتفاً يحاول إخفاءه. يتحتم أن أعلمه درساً. ماذا حدث للأضواء؟ مهلاً يا أنت، شاشة هاتفك تتوهج. مستحيل، لابد أن هذه مزحة. نعم، هارى أن بحوزتك هاتف. ظننتك ذكياً جداً. حسناً، أعتقد أن كل هواتفك بحوزتي الآن. لا أصدق أنك تسللت بكل هذه الهواتف. ماذا سأفعل الآن؟ انتظروا، ماذا لديها هناك؟ كيف وضعت الهاتف بالأسفل هناك؟ أنا أشعر بالغيرة. أنا منبهر حقاً. بهذا؟ كان سهلاً، استخدمت الشريط اللاصق فقط. شريط اللاصق؟ أنت عبقرية. لا، انتهى الصف بالفعل. يجب أن أكون حذراً على أطراف أصابعي. هل هناك أي أحد بالجوار؟ لا يبدو كذلك.
إيفا جميلة جداً ولطيفة. حان وقت وضع هذه بعيداً، فيجب أن أكون شجاعاً. ستحب هذه المافن التي أحضرتها خصيصاً لأجلها. لا، ها هي آتية، إنها هناك. علي الخروج من هنا بسرعة. سأختبئ في الزاوية. حسناً، إنها بجانب خزانتها. إنها تتحقق من هاتفها. لا لا لا، لا يمكن حدوث هذا. إنه جيك. مرحباً إيفا، لقد أحضرت هذه لأجلك. لأجلي؟ تبدو لذيذة جداً. سأجرب هذه الفراولة هنا. جيدة جداً، هل تريد واحدة؟ لا، ليس هذا عادلاً. كيف سبقني؟ حسناً، سأنجح هذه المرة. أعتقد أنها ستحب هذه الزهور. مرحباً إيفا. ما كان هذا؟ مرحباً، هل هناك ما يمكنني مساعدتك به؟ لا آسف، لا تهتمي. حسناً إذن، رائحة هذه الورود زكية جداً. إيفا تحتاج شيئاً لتكتب علي. هذه هي فرصتي. ها أنت ذا يا إيفا، خذي دفتري. أنت تحبين اللون البنفسجي. ستختار جيك مجدداً بالتأكيد. انظري، لدي ثلاثة لأجلك أيضاً. دفترك عليه شيء ممتع. ماذا؟ جلبت مجموعة من الترتر والخرز والقطع المريحة. وضعت كل لون يمكنني العثور عليه. ثم أخذت غطاء علبة الرقائق وأضفت خطاً من الغراء الساخن على حافة الغطاء. ثم ضغطت عليه على الدفتر. ها نحن ذا، إنه جاهز، دفتر يلمع. لا أصدق أنك صنعت هذا بنفسك. أحضرت هذه الأزهار لأجلك أيضاً. سألون هذا القلب بالطباشير. أنا جائعة. مريحة، بيتزا. البيتزا المفضلة لدي، أحبها. سقطت البيتزا على قميصي. أنا بحالة من الفوضى الآن. لماذا تبكين؟ ما المشكلة؟ لقد أسقطت الطعام على قميصي. إنه قميصي المفضل. يا إلهي، حسناً حسناً، لا تقلقي. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. انتظروا، الطباشير. بالطبع، يمكنني استعمال هذا. حسناً، لدي طباشيري والقميص الملطخ. حان الوقت لاستخدام الطباشير على صوص البيتزا. حسناً، ها نحن ذا. الآن سألقي به في الغسالة. انظري، قميصك نظيف تماماً. مستعدة؟ ها أنت ذا. مرحة. شكراً أبي. انتظري لحظة، لا مزيد من أكل البيتزا بهذه الطريقة. سيحمي هذا قميصك في حال أسقطت الطعام مجدداً. لذيذ. أحياناً يمكن لوالدك أن ينقذ اليوم. لا أستطيع حل أي مسألة هنا. الاختبار صعب. حسناً، ربما إن جربت هذا. لا، هذا لا ينفع أيضاً. هذا أسوأ يوم على الإطلاق. حسناً، فقط اهدئي وقومي بالحساب مجدداً. لا لا، هذا لا ينفع. أنا فاشلة تماماً. ماذا؟ انظروا لكل هذا الورق الذي تضيعه. كيف يبلي جيداً في هذا الاختبار؟ ربما يمكنني طلب بعض المساعدة منه؟ أنا أساعدك. مستحيل، أنت فاشلة بالتأكيد. مستحيل، سيعاملني بلوم. إنه شهير جداً. هل الجو حار هنا؟ أشعر بأن الجو حار جداً. ما الأمر؟ لا شيء. مستحيل، إنه على وشك الانتهاء من الاختبار. علي طلب المساعدة منه. مساعدة؟ بالتأكيد، تسعدني المساعدة. دعيني أريك حيلتي الحسابية. ارسمي مربعاً حول الأرقام الأولى ثم اضربيها. بعد ذلك افعل الشيء نفسه مع الأرقام الأولى واكتب الإجابة. والآن ستجمعين هذين الرقمين وتضعيهما في المنتصف. أرأيتي؟ هذه هي إجابتك. شكرا جزيلا، أنت رجل نبيل. الآن بإمكاني إنهاء هذا الاختبار. نعم، أنا أحب كتابة المقالات، إنها الأفضل. أحب صياغة الحجج المقنعة. انظروا إليه وهو يكتب بسرعة كبيرة. يا له من غريب أطوار. لا يمكنني نسيان استخدام كلمات انتقالية جيدة. مبرد الأظافر ليس نافعاً، أحتاج إلى واحد آخر. لا، أعتقد أنني بحاجة لمبرد الأخضر الكبير. لا يمكنني نسيان هذه الحجة أيضاً. نعم، حسناً، حان الوقت الآن للاستنتاج الممتاز. لا، لقد استهلكت قلمي الرصاص. لا، كيف لي أن أنهي مقالي بدونه؟ هل معك قلم رصاص بإمكاني استعارته؟ آسفة، هذا كل ما لدي.
حسناً، أعتقد أن بإمكاني استخدام هذا. أعطني إياه. نعم، إنه يعمل. إنه يبرد القلم الرصاص ويبريه. رائع، قلم رصاص مناسب لإنهاء مقالي. هل تعتقد أن بإمكانك كتابة مقال لي؟ بالتأكيد، أنا مدين لك على أي حال. نعم، سأعود لهاتفي. تفقدنا طلعشي فهي فتيات. يا إلهي أنت محظوظة. أعلم ذلك، إنه أفضل شيء. ستبدو شفتاي جميلتين جدا. يا فتيات، أين ذهبتن؟ حقا؟ تنفسي فحسب. أوبس. أوه، هذا اللون يناسبك. محاولة جيدة، أنت تعرفين القواعد. المكياج ممنوع. لكن ألا يمكننا التحدث عن الأمر؟ أعتقد أن ذلك رفضا. من الأفضل أن أتفقد مظهري. أوه كلا، وجهي بلا مكياج. لكني مستعدة لذلك دائما. أحتفظ بمخزون سري من المكياج لحالات الطوارئ. سأخذ هذا. المكياج ممنوع. هذا ليس عدلا، هذا أسوأ أمر. ما الفائدة إن لم أستطيع أن أبدو مذهلة؟ تبدو الحياة خاوية بلا مكياج. مهلا، لقد راودتني فكرة. سأستخدم عبوة سائل تصحيح هذا. هذا ما أحتاج إليه تماما. سأبدأ بإفراغ السائل من العبوة. سأفرغ العبوة في وعاء. سأستخدم ذلك لاحقا. والآن سأنظف العبوة. وسأحضر ملمع شفاه المفضل. سأستخدم ماسة لإخراج ملمع الشفاه من الأنبوب. إنه يجعل الأمور أسهل. لا أريد صنع فوضى. والآن سأضعه في عبوة سائل التصحيح. سأملأها إلى أعلاها. سيفي هذا بالغرض. وسأستبدل الغطاء. أنا ذكية جدا. وستبدو شفتي رائعتين. أو أجل، يمنحني هذا شعورا أفضل بكثير. لقد افتقدت هذا كثيرا. ها؟ ماذا تفعلين؟ واو، أحتاج إليه. خذي هذه النقود. حسنا، انتظرا دوركما. شكرا يا آسي. أعطني إياه، أعطني إياه. أنت الأفضل. وهو، سراني تعامل معكما. أشعر بملل شديد، أحتاج إلى قيلولة. أوه مهلا، ما زلت في الصف. انتهى الوقت، سلموا أوراق اختباركم. أوه لم أنتهي بعد. رسبت تماما في هذا الاختبار. سأحصل على علامة رسوب أخرى. أجل أجل ليهم. هيا أسرعوا. رائع، والآن سأصحح الأوراق. بالكاد يمكنني إبقاء عيني مفتوحتين. طفح كيلي من هذا. هذا أكثر إمتاعاً. أوه، أتضور جوعاً. أعلم ما سأفعل. سأطلب طعاماً. مرحباً، أي يمكنني طلب الطعام؟ واو، يا له من توصيل سريع. إنها وليمة. وكلها لي. المزيد، أريد المزيد. يا إلهي، هذا شهي. يمكنني تناول هذا طوال اليوم. الطعام دسم جدا وفوضوي، وأنا أحبه كثيرا. كان ذلك مذهلا. هذا ليس جيدا. أحتاج إلى تنظيف الدفتر. ربما لن يلاحظوا. أعلم ماذا أفعل. سأبدأ بقطع جزء من الدفتر. وسأحتاج إلى مسدس الغراء. سأضع الغراء على الدفتر وألصق قطعة من اللباد الأخضر بالدفتر. سأبسطها كي لا تتبقى أي طيات. والآن سأضيف اللباد الأبيض والأحمر أيضا. لكنني لم أنتهي بعد. سألصق قطعة صغيرة من اللباد الأسود على الدفتر وسأرتبها على شكل قوس. يبدو رائعا، أصبح الدفتر جاهزا. مظهر البطيخ أفضل كثيرا من دفتر ممل. ألا يصدر من الصف هنا رائحة برجر؟ حسنا أيها الطلاب، انتبهوا. أوراق الاختبار المصححة هنا. مستوى بشع يا أليكس. ها أنت ذا. أوه، هذا ليس دفتري. ماذا يحدث؟ شش، إنه سرنا. مهلا، يمكنني تقبل هذا. شكرا، هذا مذهل. حسنا أيها الطلاب. وهو، هيا نحتفل. هذا ممتع للغاية، أحب الاحتفال. لن أحتفل مجددا. هذا الماء مذهل، لكني أحتاج إلى النوم. لماذا صوت الجرس عال جدا؟ لننطلق. هل علينا ذلك؟ هل سهرتن لوقت طويل ليلة أمس يا فتيات؟ وفي ليلة مدرسية. هل لدينا اختبار؟ آمل أن كن ذاكرتن يا فتيات. هذا اختبار صعب، حظ موافقا. شكرا، أحتاج فعلا إلى الحظ الطيب. لا فكرة لدي عما أفعل. مهلا، أيمكنني؟ أحب التكنولوجيا. كلا، المعلمة قادمة. هذا سهل جدا. الهواتف ممنوعة في الصف. أعطني إياه. سأواصل مراقبتك.
فيو، أحتاج إلى إخفاء هاتفي. هل يزداد الجو حرارة هنا؟ مهلاً، لدي خطة ماكرة. سأستخدم هذا الشريط اللاصق. سأضع قطعة من الشريط اللاصق على بنطال الجينز، وسأضع بعض القطع على هاتفي. سألصق هاتفي بالقطعة الوسطى من الشريط اللاصق، والآن يمكننا إخفاؤه بهذه القطعة من قماش الجينز. يمكنني إخفاؤه حين تقترب المعلمة. فكرة مثالية. مهلاً، من الأفضل أن أغطي هاتفي. سأتصرف بشكل طبيعي. ماذا يحدث هنا؟ اختبار رائع، أحد أفضل الاختبارات. حسناً، لقد صدقت الأمر، وها قد انتهيت. واو، انتهيت من ذلك سريعاً. تنورتك جميلة. ها، ماذا قلتي؟ كيف حدث ذلك؟ محرج جداً، لن أسمح لأحد برؤية هذا. أيمكننا الذهاب إلى المنزل؟ أجل، انتهى الصف، هيا نخرج من هنا. أتودين التسكع لاحقاً؟ حسناً، أعتقد أنه من الأفضل أن أنظر. الأطفال فوضويون للغاية، انظروا، إنهم لا يتعلمون أبداً. حسناً، يبدو هذا جيداً، هذه البقعة هي الأسوأ. عمل جيد آخر. أين هي؟ أعلم أنني تركتها على مكتبي. أهناك خطب ما يا فتى؟ كان لدي لعبة محشوة على مكتبي، أرأيتها؟ إنها المفضلة لدي. آسف يا فتى، لا أعرف، والآن علي إنهاء المسح والتنظيف. مهلاً، كيف يعقل لطفل واحد أن يترك هذا المقدار الكبير من القمامة؟ سألقي كل هذا في القمامة، هذا سيعلمهم جزاء فعلتهم. هذه مجرد نفايات. لقد جمعت كل النفايات الموجودة، سألقيها الآن في مكب النفايات. ها نحن ذا. يمكن أن أكون قد وضعتها في مكب النفايات. حسناً، ربما يوجد حل، قد تكون هذه الإسفنجة مفيدة. أتريد مني أن أنظف؟ سأبدأ بتليين بعض الصلصال، وسأستخدم قطعة الزجاج هذه للضغط عليه وجعله مسطحاً، سيجعله هذا متساوي السمك. سأقطع قطعة صغيرة من الإسفنج وسأضعها في منتصف الصلصال، والآن سأطوي الحواف. أريد تغطية الإسفنج بالكامل. سأستخدم قطعة الزجاج مجدداً لأسوي الشكل. سيمنحنا هذا مكعباً جميلاً وناعماً. أجل، حان الوقت لإطلاق العنان لمهاراتي الفنية. سأرسم وجهاً على الصلصال، يجب أن يمتلك ابتسامة عريضة، وسأصنع شخصيات أخرى أيضاً. إنها ناعمة جداً وطرية، هذه لأجلك. واو، هذه الألعاب رائعة. واو، أحببتها، شكراً لك. لقد أحرجتني، لا داعي للشكر يا فتاة. مهلاً، لحظة، أرضيتي الحبيبة النظيفة. يبدو هذا جيداً، حاجباي مثالياً. سأضع قليلاً من ضوء الشفاه. سعيدة لأن لدي الوقت لفعل هذا. أحب صفا الفنون، أبدو كتحفة فنية. لن أقول شيئاً نفسه عن لوحة ديفيد. من الأفضل أن أنهي وضع مكياجي. سأختار وضع محدد العيون في شكل جناح. يمكنني وضعه بشكل أفضل. سأحاول وضعه مجدداً. ليس هذا المظهر الذي سعيت للحصول عليه. لماذا هذا صعب جداً؟ ماذا تفعل؟ أزيل الشريط اللاصق من لوحتي. إنه يمنح تأثيراً رائعاً. تبدو جيدة، صحيح؟ أجل، لقد ألهمتني بفكرة. أحتاج إلى بعض الشريط اللاصق فحسب. سيفي هذا بالغرض. سأبدو مذهلة. سأضع الشريط اللاصق أسفل أنفي وعلى وجهي، وسأضيف المزيد عند زاويتي عيني. قد يبدو الأمر غريباً، لكن ثقوا بي. أحتاج إلى تلطيف محدد عيوني. يعمل شريط اللاصق كدليل إرشادي، وحين أزيله أحظى بشكل محدد العيون المجنح المثالي. مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ وسهل جداً. ديفيد، انظر إلى هنا. واو، يمكنك الحصول على هذه اللوحة. شكراً. هذا ممل جداً. لا يفعل الكثير من الأمور. ربما يمكنني أن ألا الاستراحة. سأحظى بقليل من المرح وأقسم عملي اليوم. سأضع الآيباد هنا مباشرة. أحتاج إلى حين يبقيه مستندا. لن ينجح هذا. هيا، أصبح الأمر مزعجا. أظنني أعلم كيف أصلح هذا. لا استراقة للنظر، انتظروا عندكم لحظة. هذا أفضل، إنه مسند رائع، أفضل كثيراً من تأدية واجباتي المدرسية. سأفتح الملف وسأضع بعض الغراء في الزوايا. أريد أن يكون الشكل تقريباً مثل شكل الآيباد. لدي بعض شرائط الأقمشة، سأضغط عليها لتثبت بالغراء. أحتاج إلى التأكد من أنها محكمة، والآن سأضع الآيباد بينها. سيثبت هذا في مكانه. فكرة ذكية، أليس كذلك؟ أحب هذه القناة. ديفيد، ماذا يحدث؟ من الأفضل أن أخبئ هذا. هذا مثير جدا للاهتمام. يبدو كل شيء على ما يرام.
ثباتا صالح، واصل عملك المتقن. بالتأكيد. والآن ماذا كنت أفعل؟ هذا مضحك جدا. ها هي نتائجكم في الاختبار. أوه، أعلم أنني سأحصل على امتياز. ماذا؟ هل رسب؟ مستحيل، لا يعقل أنني حصلت على امتياز. واو، أنا أذكى من تلك المهووسة. رائع. أوه، لا تحزني، يمكنني حل الأمر. ثقي بي، سأقطع الجزء ذا تقدير السيء. هل رسمت حقا؟ آسف، لم يكن هناك داعي لذلك. حسنا، والآن سأستبدلها بعلامة امتياز، وسألصق الورقة معا بسائل تصحيح. ماذا تفعل؟ انتظري فحسب وسترين. حسنا، انتهيت تماما، تفضلي. ها؟ مهلا، أعطي الذكية مجددا. شكرا ديفيد، فكرة ذكية جدا. مهلا، هذه ورقة الاختبار الخطأ. أعلم ذلك، أعتقد أنني حصلت على امتيازي مجددا. إذن فأنا لست ذكيا فعلا في النهاية، صحيح؟ صحيح. جمد الماء في قاع مزهرية، أزل مكعب الثلج من المزهرية الزجاجية، والآن أحضر مجموعة ألوانك. لون مكعب الثلج مباشرة، استخدم ألواناً مختلفة من الطلاء. بينما يذوب الثلج سيتحرك الطلاء ويدور، ستبدأ الألوان في الاندماج. استمر في وضع طبقات مختلفة من الطلاء، هذا باعث على الاسترخاء حقاً، تمنح تأثيراً رائعاً حقاً. النتيجة رائعة جداً، أترون؟ أعتقد أن علي بدء هذا الواجب الذي يؤدى في الصف. ها؟ ما خطب قلمي؟ لقد نفد الحبر، هذا مثالي. لا بأس. صوفيا، مرحباً، هل أنت بخير يا لونا؟ قلمي لا يعمل، هل يمكنني استعارة قلم؟ حسناً، أنا متأكدة أن لدي قلماً احتياطياً، إنه هنا في مكان ما. هذا ليس قلماً، انتظري. ها؟ ما احتمالية العثور علي؟ إن أشياء كثيرة، علي أن أكون أكثر تنظيماً. مهلاً، راودتني فكرة، أعرف كيف أحافظ على أشياء مرتبة ومنظمة. أولاً، علي شد هذا الرباط المطاطي على مجلدي، سأحتاج إلى عدة أربطة أخرى. الآن يمكنني تخزين أشيائي كلها فيه. هناك مساحة أخرى في الداخل، كل شيء في مكان واحد ويسهل العثور عليه. تبدو جيدة، أليس كذلك؟ وها هو قلمك. ها؟ ماذا؟ أوه، حسناً، شكراً. هذا رائع، كنت غارقة في أفضل حلم. هذا الاختبار ممل. حسناً، إنه يعجبني. أنت مهووسة بالدراسة، ربما يمكنني المرح قليلاً. مهلاً، توقفي عن التصرف بطفولية. يعجبني هذا السؤال. أوه، أحتاج إلى الخروج من هنا. أنت؟ ما الأمر الآن؟ شاهدي ذلك، سأفرك هذا القلم على كمي ثم ألف الغطاء قليلاً. اعترفي، لقد انبهرتي. هاو، أنت ساحرة، دعني أجرب. لا أعتقد أن هذا صحيح، الساحر لا يكشف أسراره أبداً. ربما أحتاج إلى مزيد من الاحتكاك. ها هو، لا يمكنني فعل ذلك. أو أعرف، يمكنني استخدام عقلي لفهم ذلك. هاو، لقد نسيت أمر الجاذبية ودوران الأرض يعني. فهمت، لنجرب ذلك مجدداً. هذا ليس سحراً. لا يهم. أيها الطلاب، الكلام ممنوع. آسفة، رأتها المعلمة. أوبس، إنني أراك يا صوفيا، أنا أؤدي واجبي، أرأيتي؟ هذا آخر إنذار لك. أنا متأكدة أنه كان لدي قلم، يبدو أنني سأرسب. أخيراً عدت إلى المنزل، هي له من يوم. الطقس سيء جداً، من الأفضل أن أنزل هذه المظلة. هاو، ماذا حدث للأضواء؟
على الأقل لدي هذا المصباح اليدوي، ربما يمكنني رؤية المشكلة. أوه، هذا ليس جيداً، لا يمكنني أن أدع ذلك يحدث مجدداً. لكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ ربما يمكنني استخدام زجاجة المياه الغازية هذا. حان وقت العمل. لتنفيذ هذه الحيلة أحتاج إلى زجاجة مياه غازية فارغة. هزل أعلى الزجاجة وقاعدتها. افعل الشيء نفسه مع الزجاجة الثانية. ضع زجاجة داخل الأخرى، ثم ضع زجاجة أصغر داخلهما. هذا رائع للأيام الممطرة. هو مرحبا يا صوفيا. مرحبا، أرأيت هذا الطقس؟ إنه ماطر جدا. كلا لا تفعلي. ها؟ ما الخطب؟ عليك استخدام هذا. اسحبي الزجاجات على الشمسية، يمنع هذا سقوط قطرات الماء على الأرض، يتجمع في قاع الزجاجة. تفضلي. يا للروعة، هذه مفيدة حقا. انتبهي. أو آسفة، أعتقد أنني سأحضر المصباح. تفضلا. مرحبا، هل أردت مقابلتي؟ رجاء تفضلي بالجلوس، لدينا مشكلة. انظري إلى واجبات صوفيا في الصف، هذا مخزن. يا للهول. مهلا، أشعر بالملل سريعا. ينبغي أن يتوقف ذلك. مهلا، جاءتني مكالمة. مرحبا. صوفيا، أنا محبطة للغاية. سأعود حالا. أخيرا، لقد رحل من هنا. هتريدين اللعب؟ ماذا؟ أحضري قلم رصاص وهيا نلعب. حقاً؟ أحضرت واحداً. حسناً، لن يفلح ذلك. دعيني أفكر، ربما يكون هناك شيء يمكننا استخدامه هنا. سأضع شريطاً لاصقاً على الدفتر، سأضع شريطاً آخر بجانبه، ثم شريطين أفقيين. والآن أحتاج إلى مشابك ورق وملاقة الورق هذا. حسناً، سأبدأ. هيا، إنه دورك. أوه، هذا ممتع. سأضع مشبكي هنا. محاولة جيدة. أحسنت، احبط محاولتي. يصبح هذا أكثر توتراً. ليس هذه المرة. ها هو، أجل، لقد فزت. تصرفي بطريقة عادية كي لا يشك في شيء. ماذا يحدث؟ كانت هي. أحتاج إلى عطلة. هيا، ما الذي يستغرق طويلاً؟ أحبك أيها اليونيكورن. وي، لقد نجحنا، لقد اشترينا المنزل. أوه، لنبدأ بحزم الأمتعة. تفضلي يا عزيزتي، سأتخلص من هذا. حسناً، سأبدأ من هنا. يا للروعة، لدينا أشياء كثيرة. احزمي ألعابك يا عزيزتي. إلى داخل، حان وقت أخذ غفوة. سألصق هذا، وبذلك يكون لدينا صندوق جاهز للنقل. لقد انتهيت يا عمي، هل يمكنني استخدام الشريط اللاصق؟ تفضلي. أين نهايته؟ وهذا لاصق. هل أنت بخير يا صوفيا؟ يا للهول، لقد حصرني يا أمي، ساعديني. لا تتحركي. ها نحن، ربما يؤلمك ذلك، أمسكت به. شكرا يا أمي. حسنا، لنعود إلى حزم الأمتعة. مهلا قليلا، ربما يكون ذلك مفيدا. اجعل استخدام الشريط اللاصق أسهل بكثير بهذه الحيلة. أدخل رباطاً بلاستيكي في بكرة الشريط اللاصق وثبته في مكانه، ثم قصر قطعة زائدة في طول الرباط. تفضل يا أمي. سألصق الشريط على الصندوق، ثم سأستخدم الرباط البلاستيكي لقطعه. جربي ذلك يا عزيزتي. واو، هذه مسؤولية كبيرة. إنني أفعل ذلك يا أمي، هذا رائع. لقد قدمت لي مساعدة كبيرة. ما هذه الضوضاء؟ وقعت في مشكلة. هل من مساعدة؟ هذا تنكر مثالي. تم
رصد الهدف. لماذا؟ لقد بذلت قصارى جهدي. هذا ليس عدلا. مرحبا، هل يكلمني هذا النبات؟ هنا أنا؟ تعالي إلى هنا. حسنا، تفضلي بالجلوس. معذرة، هذا النبات يهاجمني. ما المشكلة؟ نسبت في الاختبار. لكن يمكنني مساعدتك. انظري إلى ذلك. واو، درجة ممتاز. ليست مجانية. حسناً، يا للروعة. شكراً أيتها الغريبة العجيبة، لكن كيف فعلت ذلك؟ ربما لا ينبغي أن أخبرك، لكن لتفوق في أي اختبار كل ما تحتاج إليه هو قلم رصاص كبير. استخدم مشرة لقطع الممحاة على شكل مثلث، ثم انحتها على شكل حرف A. اغمس الممحاة في طلاء أحمر، ثم اختم ورقة الامتحان. كما ترين هذا سهل جدا. يا للروعة، علي تذكر ذلك. أو إنهما صديقتاي. أيتها رفيقتان، انظرا إلى ذلك، يمكنكما الحصول على درجة ممتاز. العمل مزدهر، تفضلي بالجلوس. تفضلي، هذا يستحق تماما. شكرا، أعطيني المال. مرحبا، يا للروعة. هذا ليس مجانيا. شكرا. هيا تعالي هنا. حسنا، هل أنت مستعدة؟ سأعصر معجون الأسنان في الصودا لنرى ما سيحدث. مستحيل، هذا مذهل. يجب أن أرسم هذه الزاوية بدقة. مهلا، ماذا حدث؟ كيف انكسر ظفري؟ هذا شنيع. يجب أن أهدأ قليلا. سأستخدم مبرد الأظافر لحل هذه المشكلة. أوه، ماذا يحدث هناك؟ أنت تعرفين القواعد، منتجات التجميل ممنوعة. لا أريد أن تصرخ المعلمة علي. من الأفضل أن أؤجل برد ظفري. لحظة، خطرت لي فكرة. أجل، ستنجح بكل تأكيد. سأضع المبرد بهذا الشكل والمسطرة فوقه. سأرسم خطوط قياس المسطرة على طول المبرد من البداية وحتى النهاية. جيد، أضفت كل الخطوط، وسأضيف الأرقام الآن. سأضيفها ليبدو المبرد مثل المسطرة. يجب أن تكون واضحة. انتهيت، يمكنني برد ظفري الآن، كما يمكنني استخدامه كمسطرة. هذا رائع، سأبرد أظافري وأحل واجباتي في نفس الوقت. أوف، كل هذه الأوراق مختلطة، يجب أن أرتبها. أوف، أي أي، زاد الطين بلة الآن. طفح الكيل، يجب أن أحل هذه المشكلة. تعالي يا دباسة. لماذا لا تعمل؟ لا توجد دبابيس. هذا حظي. أوه، لحظة، لدي فكرة لحل هذه الأزمة. كل الأوراق مرتبة ومنظمة. سأعمل بالمشرط. أحتاج شقان هنا وهنا. سأطوي هذا الطرف وأدسه في الشق الآخر. هكذا، كل الأوراق مدبسة معا بدون دبابيس. الأوراق مرتبة أخيرا ولن تتفكك. سأذهب للصف. هذه الحصة سخيفة، أشعر بالضجر. سأعود للمنزل. حسناً، من يمكنه حل هذه المعادلة؟ أنا، اختاريني. أنا. أوه، يا لك من محظوظة، يمكنك حلها. كيف يفترض بي حلها بدون آلة حاسبة؟ أنت، ساعديني في حلها. حسناً، يجب أن أصوبها بدقة. الأقلام، استهدفي الأقلام. كيف حدث ذلك؟ هل أنتما وراء ذلك؟ يجب أن ألتقط الأقلام. نعم، نجحنا. أنا قادمة.
بسرعة لنتبادل الأماكن. لا تزال المعلمة ملتهية مع الأقلام. يجب أن أغير مظهري. وأن أفرد شعري أيضاً. ابتعد من المظهر. يجب أن أقلد تصرفاتها. انتهيت أخيراً. متى ستحلين المعادلة؟ سأحلها الآن. أول رقم هو 2، لذا سأرسم خطين. الرقم الثاني هو 1، لذا سأضيف خطاً واحداً. في الاتجاه الآخر 3 خطوط لرقم 3 وخطان لآخر رقم 2. سأرسم الأقواس الآن. هكذا. النقاط هي التالية: نقطة في مكان تقاطع كل خط. هناك 6 نقاط في هذا القسم، و7 نقاط في القسم الأوسط، ونقطتان في آخر قسم. انتهيت. سأجمع الأرقام معاً. الإجابة 672. انتهيت. حلها سهل. دعيني أرى. واو، الإجابة صحيحة. أحسنتي، رائع. حسناً، ستتسابقان على حل هذه المعادلة. سأفوز بكل تأكيد. سنرى. 3، انطلاق. المسكينة، إنها ترهق نفسها في الحل. لحظة، هل تحل المعادلة؟ لا يهم، يبدو أني سأفوز في هذا السباق. ما الذي تفعله الآن؟ تبرد أظافرها؟ يا لها من سخيفة. هل تأخذ هذا التحدي على محمل الجد؟ قهوة؟ من أين أحضرتها؟ ولو شوكولاتة؟ يا لها من غريبة. سأواصل الحل. انتهيت. ماذا؟ مستحيل، كيف يعقل ذلك؟ لم أحل المعادلة بعد. لا داعي لكل هذا التعب، هناك طريقة سهلة وذكية. سأكتب الأرقام الأولى في الأعلى والرقم الثاني على الجانب. حسناً، 3 × 7 يساوي 21. سأكتب هذا الرقم في هذه الزاوية. التالي 7 × 1. هذا سهل، 7. سأضع هذا الرقم في المنتصف. وأخيراً 4 × 7. الإجابة 28. سأكتبها في الخانة الأخيرة. الرقم الأول هو 2، ثم سأجمع الرقمين التاليين. المجموع هو 1، ثم الرقمين التاليين. 7 + 2 يساوي 9. سأكتب 9 هنا. سأكتب آخر رقم 8 هنا. هذه هي الإجابة: 2198. سأكتب بقلم السبورة هذا. سأبدأ الكتابة الآن. ما أجمل شعر كيفن، ما أروع حركاته. كم هو وسيم. يمكنني التحديق به طوال اليوم. يبدو أنني سرحت. يا ويلي، لا 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 لا، كتبت اسمه ورسمت قلوبا حوله. ها هي المساحة. إنه لا يزول. يا للمصيبة، يبدو أنني استخدمت قلم خطاط دائم. سيساعدني كوب الماء. سأخذ رشفة كبيرة. أنا مستعدة الآن. حان وقت الفرق. هيا هيا هيا. لماذا لا يزول؟ لا فائدة، لن يزول أبدا. ماذا سأفعل الآن؟ سأشعر بالحرج للأبد عندما يراه بقية الطلاب. ماذا يحدث هنا؟ أجل، أنا آسفة، لا يمكنني مسحه. لا تقلقي، لدي حيلة لحل هذه المشكلة، لكني سأحتاج قلم سبورة كهذا. سأغطي الحبر الدائم بحبر القلم القابل للمسح. يجب تغطية كل خط تماماً. كدت أنتهي. حان وقت المساحة الآن. هترين، تزيل المساحة الحبر الدائم الآن. لا حاجة للفرق. انتهيت، اختفى اسم كيفن من السبورة.
يمكنني تنفس الصعداء الآن. يا إلهي، جاء كيفن. نفذت بجلدي في آخر لحظة. لا تقلقي، سرك معي. أريده أن يكون حادا للغاية. هلا، هناك عطسة قادمة. هل يمكنني؟ أتشو. أنا آسفة، أنا مغطاة بنشارة أقلام رصاص. أشعر بالذنب. أو مهلاً، خطرت لي فكرة. أجل، ستنجح بالتأكيد، لن يتكرر هذا الحادث. سأحتاج علبة تيك تاك، سأفرغها من الحلوى وأزيل الغطاء. هذا المكان مثالي للمبراة. سأعيد الغطاء إلى العلبة. يمكنني الآن أن أبري قلمي دون إحداث فوضى. هل يمكنني سؤالك الآن دون التعرض للهجوم؟ أجل، توصلت إلى حل، أترين؟ واو، هذه الفكرة ذكية. أنا مستعدة للحصة. حسناً، انتبها جيداً، هذه المسألة صعبة. هل يمزح؟ أنا لست بهذا الذكاء. لحظة واحدة، ماذا تفعلين؟ ها، أيها الخادم، تحت أمرك يا سيدتي، دعيني أفعل ذلك، أمل أن ينجح هذا. ها، ماذا تفعلين؟ أنا ذكية جداً الآن، شاهدي هذا، إنها سهلة للغاية، يمكنكم التصفيق الآن. إنها حمقاء. أعرف الإجابة. ها، هل هي خطأ؟ أتعرفين؟ لقد أحسنتي. هاو، شكراً لك. هل هذا لي؟ هذا لطف منك. هل تمزح معي؟ إنني أستسلم. إنه يوم الاختبار، أمل أنكم درستم جيداً، إنه اختبار صعب. أنا غير سعيدة بهذا على الإطلاق، ماذا تنتظرون؟ لنفعل ذلك، سوف أرسب، أحتاج إلى مساعدة. أيها الخادم، تعال إلى هنا. انظري إلى ما أحضرته، توصيل خاص. بيتزا. إنها ليست بيتزا عادية، لقد أعددتها بنفسي. رائع، هذا عبقري. ظننت أنه سيعجبك. ماذا تفعل؟ اخرج من هنا. يجب أن أرحل. انتظر، عد إلى هنا. لن أذهب إلى أي مكان. كنت أعلم أنك لن تخذلني. سيكون هذا ممتعاً. بروم بروم، السيارة لها طلاء خاص، أتمنى لو كانت لدي رخصة قيادة. توقف رائع، هذا مثالي، أحسنت. هدفي دوما رضاك. ربما سأنجح في نهاية المطاف. أنا ماكرة جداً. ها؟ ما هذا؟ هل تغشين؟ أريد أن أرى. مهلاً، توقفي، هذا عملي. إنك خبيثة. لحظة واحدة، لا يمكنني أن أفقد الإجابات. أحتاج إلى ذلك الكتاب، ولكن كيف؟ أها، سيكون هذا كافياً. لنفعل ذلك. باو، في الهدف تماماً، كان ذلك أسهل مما اعتقدت. ها، لحظة واحدة، مهلاً، ابتعدي، هذا لي. ما الذي يحدث؟ لا أعرف ما الذي تفعل. هاو، انظروا، أريد منكم تسجيل الملاحظات، سيكون هذا في غاية البساطة. ما رأيكم؟ لم أكن أتوقع ذلك، يجب أن أبدأ. هاو، ما الذي أحتاج إليه؟ قلم؟ لا، لن ينفع هذا. آه، لقد عرفت، لدي ما أحتاج إليه تماماً، سيحل هذا كل شيء. سأمرره على الكتاب، إنه يبرز الكلمات، هذا ما أردته تماماً، إنه في غاية السهولة. لقد انتهيت، أنا سعيدة جداً لامتلاك هذا. هاو، هذا مأساوي جداً، لم يعد الشريط اللاصق رائجاً اليوم، هذا ما تحتاجين إليه، لدي كل لون أريده. رائع، هذا موديل، ماذا سأستخدم؟ انظروا إلى تلك الأقلام، سأختار اللون الوردي. لا، مستحيل، لنخلط الأمور قليلاً، سأختار الأصفر في المرة القادمة. رائع، انظروا إلى هذه الحركة، هذا جميل جداً. شكراً على ذلك، ستلقى قوس المطر. كتابي ممل جداً، لا يهم، لا يزال يعجبني. ماذا فعلتِ؟ لقد دمرتِ الكتاب.
عما تتحدثين؟ انظري إلى اللافتة، تعرفين القواعد؟ أنا واثقة من أننا سنصل إلى اتفاق ما. ما رأيك؟ ماذا؟ مستحيل. لكنها نقود، سأخبر أبي. أنت معاقبة، ماذا عنك؟ لم أفعل شيئا خاطئا. هل هذا قلم؟ لا، لا تقلقي، عليك أن تري هذا، إنه شريط لاصق، انظري، يمكنني إزالته، وصار مثل الكتاب الجديد. أوه، هذا جيد. كنت أعلم أنه سيعجبك. هذا غير عادل، لا يوجد حل آخر، أعطيني الشريط اللاصق. تفضلي. أوه، شكراً لك، إنه جيد جداً فعلاً. هل هذا يعني أننا صديقتان؟ أشعر بالملل الشديد. أوه، ها هي المعلمة. مرحباً أيها الصف، هذا هو درس اليوم. يجب أن أخرج دفتري. ها هو، يمكنني أن أبدأ الآن. أوه، لحظة واحدة، لقد وجدت. أنا مستعدة، يسعدني أنني أحضرته معي. ماذا؟ لدي ورقة واحدة، ربما ستكون كافية. هذا لا يعقل. ما هذا؟ هو هذا مستحيل. أحتاج إلى هذا. أين دفترك؟ ليس لدي دفتر. هذا استهتار، سأريك. هل حدث هذا فعلاً؟ أريد أمي. مذهل، لم أتوقع ذلك. لا، هذا سيء، لقد نفذت أوراقي. ماذا سأفعل؟ ميغ، ما الأمر؟ هو نعم، لحظة واحدة، سأمزق ورقة، لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. ماذا تفعل؟ شاهدي فحسب، ستحبين ذلك. سأطوي الصفحة من الأعلى وأكرر الأمر نفسه في الأسفل مثل الأوريغامي، ثم أطوي كل شيء، ثم أمرر هذه الورقة من فوقها بهذا الشكل. سيكون ذلك كافياً. ما رأيك؟ جيد جداً، أليس كذلك؟ هذا مدهش، أنت الأفضل. سأفتح دفتري. رائع، إنها صفحة فارغة، والآن يمكنني إنهاء العمل، ولن تعرف المعلمة أبداً. أشكرك على ذلك. أوشك الوقت على الانتهاء. أنا متعبة. مهلاً، حاولي مرة أخرى، لننسى الأمر. بيب بيب، إنني آتية، أحب التنقل بأناقة، إنها الطريقة الوحيدة. حان وقت الصف، من الأفضل أن أقفل السكوتر خاصتي، على المرء توخي الحذر. مهلاً، ما هذا؟ إنهم يرونني أتنقل بروعة، هذا السكوتر خاصتي. ما رأيك؟ شاهدي هذا. أمليني لحظة، هكذا تماماً. توقفي، توقفي، لقد خرجت عن السيطرة. إذن هكذا سينتهي الأمر. هذا وشيك. هل انتهى الأمر؟ هل جننتي؟ كان من الممكن أن أتعرض لأذى. أنت مزعجة للغاية. أوبس، عجلة التوجيه، سأخذها معي. شالالالا، أنا أحب هذه الأغنية، لكن الحصة على وشك أن تبدأ. هل يوجد خطب ما؟ مرحباً يا زميلتي، كيف حالك؟ بخير، لماذا تتحدث إلي؟ لدي سماعات الأذن. رائعة، أليس كذلك؟ تظاهري بأنك لم تري هذا. أسلاك؟ واو، لا تهتمي، ما زالت تعمل. لا يهم، شاهدي هذا، إنه أحدث طراز. هل تشعرين بالغيرة؟ لا، لا أشعر بذلك. حسناً، ربما قليلاً. مهلاً قليلاً، ما هذا في سلة المهملات؟ إنها قطعة من الورق المقوى، إنها تمنحني فكرة، علي إجراء بعض التعديلات فحسب. ماذا تفعل الآن؟ مستحيل. لوحة المفاتيح جاهزة، الآن أحتاج إلى شاشة، هذه الصورة المطبوعة ستؤدي الغرض، والآن لدي لابتوب. من الغيورة الآن؟ هذا مأساوي جداً، ينقصك شيء ما، هذا ما يمثل الفارق. سأتولى الأمر. لدي تفاحة أيضاً، سأضعها على الورق المقوى، وسألصقها في مكانها بالشريط اللاصق، فلا أريدها أن تسقط. يكفي هذا، عليك رؤية هذا. هل فعلت هذا فعلاً؟ هذا مضحك للغاية. لا يهم، أنا سعيدة به.
هذا هو الأمر الرئيسي. أوه أنا متعبة، أحتاج إلى خفض حرارتي. أيها الخادم، إليك مروحتك الذهبية يا سيدتي. اسمحي لي، نسيم بارد لك وحدك. أوه هذا جيد. أوه هذا ما أحتاج إليه، يمكنني استخدام قطعة الورق المقوى هذا. هذا أفضل كثيرا. إنك تفعلين هذا يدويا. لا أوسخ يدي أبدا. إذن على هكذا سيكون الأمر. سأريك، أنت محقة، هذا جيد. هل سرقت نسيمي البارد للتو؟ إنه لي. أنا أحب هذا. أوه لا تفعلي ذلك، أنا أريدها. توقفي عن فعل ذلك، وجهيها إلى هذا الاتجاه. مستحيل. كيف الحال أيها الطلاب؟ أشعر بالدوار. توقفا، أنا جادة. هي من بدأت؟ لا يوجد سوى حل واحد. لا أستطيع النظر. هل من الآمن النظر؟ ماذا تفعل؟ علي أن أريكما شيئاً. شاهدا هذا، سأضع بزاتي فوق المروحة وستحصل كل واحدة على ساق. أنا مرتبكة جداً، ليس لدي أي فكرة عما يحدث. انتظرا، سأشغل المروحة، شاهدوا ما سيحدث. واو هذا رائع، تعطي شعوراً رائعاً. لننتهي من هذا. لقد خططت لرحلة تسوق، أنا بحاجة إلى وجبة خفيفة سريعة. ستشبعني هذه البراوني. انظروا إلى الشوكولاتة اللذيذة. لذيذة، كنت بحاجة إلى ذلك، ويمكنني استخدام هذه الورقة للصف. حسناً، من الأفضل أن أحضر قلم رصاص. مهلاً، لا أستطيع استخدام هذا، انظروا إلى حالته، إنه صغير جداً. هذا غير معقول، ماذا سأفعل؟ هل هذا قلمك؟ هذا محرج، لقد طلبت هذه الأقلام خصيصاً لي من باريس. واو، هل يمكنني الحصول على واحد؟ هل تريدين أحد أقلامي الرصاص؟ بالتأكيد لا. أنت شريرة جداً، هذه هي الحياة، قد انتهيت من هذا. تمهلي، يعطيني هذا فكرة، سأخذ هذا. أنا أحب هذه الصودا، لابد من أن بعضها متبقاً. ما هذا الصوت؟ الآن رأيت كل شيء. حان وقت العمل. سأضع الشفاطة على الطاولة. سأضع قلم رصاص عند أحد الطرفين والقلم الآخر عند هذا الطرف. إنه قياس مثالي. الآن لدي قلم رصاص جديد. لنجرب هذا. لقد نجح هذا. هل أنت جادة؟ من المستحيل أن يراني أحد أستخدمه. أي قلم رصاص أحب أن أستخدم؟ هذا القلم. إنه يوم الاختبار، وهذه منطقة يمنع فيها الهاتف. مهلاً، لا تتقدمي خطوة أخرى، من الأفضل ألا تحملي هاتفاً. أوه، سأعود في الحال. ماذا؟ ما الذي حدث للتو؟ كان ذلك غريباً. لا أستطيع أن أدعها تأخذ هاتفي، ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ هيا فكري. ها؟ ما هذا؟ إنها علبة أقلام رصاص. لدي فكرة، أنا عبقرية، سأحتاج إلى إزالة الأقلام الرصاص. أرغب في توفير مساحة للهاتف. توزيل الأقلام من الوسط، ينبغي أن يفي هذا بالغرض. الآن أحتاج إلى سكيني، سأصنع قطعا في العلبة. يجب أن يكون بنفس حجم الهاتف. أريد أن أصنع طية، يبدو هذا مناسبا. سأضع هاتفي بالداخل ثم سأغلق الطية، لن يعرف أحد أبدا. حسنا، أين ذهب؟ لقد عدت، هل يمكنني الدخول إلى الفصل؟ سنرى بشأن ذلك، علي فحصك. هل هذا ضروري فعلاً؟ لا أحمل هاتفاً، أعدك بذلك. لا شيء، أنت لا تتصرفين بمكر، أليس كذلك؟ لا أتخيل حتى فعل ذلك. حسناً، يمكنك المرور، كنت أعرف أن ذلك سينجح. من التالي؟ لقد نجحت، أعتقد أن المكان آمن الآن، يمكنني إخراج هاتفي. لدي كل الإجابات علي، سأحصل على امتياز بالتأكيد. من الأفضل أن أتصرف بطريقة طبيعية. ما هذا؟ هل تمازحونني؟ هل يمكنني الدخول؟ هل هواتف ممنوعة؟ خذي، أنا مشغولة جدا على فعل هذا. كان ذلك سهلا، لا أصدق هذه القاعدة. لحسن الحظ لدي هاتف جديد، والآخر كان لدي منذ 3 أشهر. حان الوقت لاستبداله على أي حال، هذا أفضل كثير. قدمت لي المعلمة معروفا. حان وقت التسوق عبر الإنترنت. هيا تمنددوا، أشعروا بالحرق في عضلاتكم. هل علينا أن نفعل هذا؟ توقفوا، لنتمرن حتى نتعرق. أنا أكره هذا. لا مكسب بلا ألم. أنا لا أريد أي مكاسب. لدي فكرة، ربما سيحفزك هذا.
هل هذه الشوكولاتة؟ اتفقنا. لا تتوقفي، اتركيها. مهلا، لذيذة، آسفة بشأن هذا. تفح كايلي، علينا استخدام طريقة أخرى، قد ينجح هذا. ها؟ ماذا تفعل؟ ما رأيك؟ انظري إلى هذا الرمل الذهبي. واو، أريد أن أذهب إلى هناك. ها أنا دا، علي الاستعداد للشاطئ. أوه، لقد نجح الأمر، سأعود لاحقا. علي المواصلة. هذا مضحك جدا، هل أنت مستعدة للبدء؟ سيكون هذا ممتعا. لا أعتقد ذلك، لدي أمور أفضل لأنجزها. صورة ذاتية، هيا ستستمتعين. لن تتركيني وشأني، أليس كذلك؟ أعطيني الأوزان فحسب. مقزز، هل تريدين مني استخدام هذا؟ انظري إلى حالتها، هذا مقرف، لن ألمسها. مرحبا، أحتاج إلى مساعدتك، والآن سأنتظر. دعني أراها. هذا أفضل بكثير، علي أن أبدو جميلة حين أتمرن. أجل، هكذا أنا أبدو جميلة. هل تمازحينني؟ أنت توقفي، لا تجبريني على استخدام الصفارة. أوه، لا تفعلي ذلك. حسنا، لنركض في مكاننا، هيا. كلا، لا أمارس الركض. أوه، لدي فكرة، انظري ماذا لدي. ارتدي هذا. ما الذي يحدث؟ أمهليني لحظة، وها قد شغلتها. أوه، هذا يغير كل شيء، انظروا إلى ذلك الرمل الذهبي. كنت أعلم أنها ستعجبك، انتهى عملي هنا. أوه، لا يمكن إيقافي. مهلا، لا. أوه، ما كان ذلك؟ ربما لم تكن تلك فكرة جيدة، سأرحل الآن. عندما تفكرون في الأمر، عما يتحدث؟ أنا مرتبكة للغاية. لا، هذا مستحيل، لقد نفتت مني الأوراق. لقد عرفت، سأستخدم المال. أوه، أحتاج إلى المزيد، هل يمكنك أن تطفئ قليلاً؟ لا يمكننا استيعاب كل هذا القدر. مهلاً، ماذا قال؟ لحظة واحدة، هل يمكنك تكرار ذلك؟ أنا لا أفهم. والآن هذا هو الجزء المهم، سوف يعجبكم هذا الجزء. إنه مثير للغاية، لقد نفذت مني الأوراق. مهلاً، سأستخدم يدي، سوف أكتب عليها، توجد الكثير من المعلومات. ماذا؟ أوه، لقد انتهى الوقت. حسناً، لقد انتهى عملي هنا. لقد انتهى عملي هنا، من الأفضل أن أمسح هذا. لقد استمتعت كثيراً، سأرحل من هنا. ماذا؟ لم أنتهي بعد. ماذا يفترض بنا أن نفعل الآن؟ أبدو بمظهر جيد، أحب أحمر الشفاء. لا أريد أن أتأخر عن الصف. حذاراً، هذا مؤلم حقاً. من الأفضل أن أجمع أغراضي. ها؟ هذا ليس لي، هذا غريب جدا. هل هذا دفتر ملاحظاتك؟ إنه فاخر حقا. أعطيني ذلك، إنك لا تقدر الأشياء الجميلة. أوه، ها هو ختمي، سأختم جميع أغراضي، والآن سيعرف الجميع ما يخصني. كأنني أهتم. أوه، عبوة صمغ، قد تكون مفيدة، لا أحتاج إلى ختم فاخر. نعم، ستفي هذه العبوة بالغرض. من الأفضل أن أبدأ العمل، سأحتاج إلى سكين، سأستخدمه لنحت العمود اللاصق. سأزيل بعض الأقسام بهدوء وحذر، خطأ واحد وسيفسد الأمر، سأزيل هذا الجزء. سيكون هذا كافيا، لكني سأحتاج إلى بعض الألوان، سأستخدم الألوان في هذا الجزء. سأحرص على تغطية العمود اللاصق، حانت لحظة الحقيقة، سأضغطه على الورقة. لقد ترك قلبا جميلا. ماذا؟ هل لديك ختم أيضا؟ سوف أريك. حقا؟ هل ستفعلين ذلك؟ إنني آلة خاتم، لن أهزم أبدا. أوه، إنها مزعجة جدا. هذا الملصق لي. هذا ما تظنينه. أوه، لا تفعلي ذلك، لطالما أردت الحصول على هذا الملصق. لكنك بطيء للغاية. ها، لقد حصلت على الساعة، يمكنني فعل ذلك طوال اليوم، هذا مكتبي. لطالما أردت هذا الكأس. ما الذي يحدث؟ أوه، ربما كان ذلك خطأ. ماذا؟ هلا، هل أنتما جادان؟ حسناً، لا يوجد خيار آخر. لقد رسبت في الصف، وأنت كذلك. نعم، أظن ذلك منصفاً. والآن أخرجا من هنا، أحتاج إلى وظيفة جديدة. هذه الحصة مملة للغاية.
ما هذا؟ من أين أتى؟ اختبار؟ هل هذا حقيقي؟ هل قلت اختبار؟ لا، لابد أنك تمزحين، أليس كذلك؟ لا، إنها الحقيقة، وهو صعب للغاية. أو حقاً، لم أذاكر حتى. لحسن الحظ، لا أحتاج إلى المذاكرة، يمكنني استخدام هاتفي. سأضعه في مقلمتي، وستكون جميع الإجابات في متناول أصابعي. لم أكن أعلم ذلك، فيكون ذلك سهلاً. حظاً موافقاً يا ديفيد. لن أنجح أبداً، أعتقد أنني سأرسب في هذه المادة أيضاً. إلا إذا لدي فكرة رائعة، أحتاج فقط إلى إجراء بعض التعديلات على قلمي. سأبدأ بتفكيكه، أحتاج إلى إزالة موضع القبضة. ها هو، والآن سأضع شريطاً من الورق على القلم، إنه يحتوي على جميع الإجابات. ثم سأعيد تركيب القبضة، سأتأكد من أنها تغطي الورقة. سأنجح الآن بالتأكيد. هذا مثير للاهتمام حقاً، ولن تدرك المعلمة أي شيء. لا أحتاج سوى تدوير القلم وأحصل على الإجابات. هذا ما أبحث عنه، يجب أن أسرع. ما الذي يحدث هنا؟ اختبار رائع، إنه من أفضل الاختبارات، إنه يساعدني على التفكير. يجب أن أتصرف بشكل طبيعي، سأغير الصورة على هاتفي. أحضر قلماً فحسب. حسناً. كان ذلك وشيكاً. نعم، هذا صحيح، إنها لا تشك في أي شيء. سيكون هذا سرنا. ثم قلت: يا أبي، اشتري اليخت. يا إلهي، ما أجمل زوج الحذاء هذا، ولونه، انظري، إنه جميل حقاً، إنه رائع. يجب أن أحصل عليه. يا أنسة، لم أتوقع وصوله بهذه السرعة. هذا الحذاء مذهلاً حقاً، وأبدو في غاية الأناقة وأنا أرتديه. أجل، أتمنى لو كان حذائي جميلاً. أنا أرتدي هذا الزوج منذ سنتين، لكني لا أستطيع شراء زوج جديد. انظري إلى حافظة الهاتف. هل هذه كريستالات صغيرة؟ أريد مثله. حصلت عليه بسهولة. هذا لا يصدق. لم أرى فستاناً أجمل منه، وبلوني المفضل أيضاً. لا ضرر من الحلم به. حلم، إنه واقع. يا للروعة، ملمس ناعم. أنا مرهقة. وداعاً. أجمل حقيبة ظهرها، تصميمها فريد، وأنا بحاجة لحقيبة ظهر جديدة. هل توجد أي نقود؟ أخرجي يا نقود. هذا مثير للشفقة، أنا معدمة. حسناً عزيزتي، هذه كل مستلزماتك المدرسية، استمتعي بيومك الدراسي. حسناً. لقد تمزق الكيس وتبعثرت كل أغراضي. عزيزتي، لا عليك، سأتولى الأمر. لنرى، حتماً هناك شيء يمكنني استخدامه. حان وقت العمل لحل المشكلة. تدا، حقيبتك الجديدة جاهزة. واو، إنها مذهلة. حسناً، أنا ذاهبة إلى المدرسة، أراك عند العودة إلى المنزل. حسناً يا أنسة، أي حقيبة تريدين هذا اليوم؟ ليست هذه، إنها مملة وغير عصرية. ما رأيك بهذه الأرجوانية الصغيرة؟ أو هذه المصنوعة من الذهب؟ أجل، أريد هذه اليوم. خيار ممتاز أنسة إيما، تفضلي، أنا متأكدة أنك ستقضين يوماً رائعاً. أمي، انظري، هناك حفل مدرسي. يا إلهي، حسناً، لا يبدو هذا ممتعاً. لكن يا أمي، أنا بحاجة إلى شيء لأرتديه، أليس كذلك؟ فكرة جيدة، أعتقد أن هناك شيء يمكننا استخدامه. لنرى ما هذا، يبدو شيئاً أزرق اللون، يبدو كقميص قديم. حسناً، ارتديه. حسناً، إنه مناسب على الأقل، يا لها من بداية، لكنه مغطي بأشياء يجب أن نتخلص منها. ابقي ثابتة، سأستخدم المكنسة الكهربائية للتخلص من شباك العنكبوت هذا. حسناً، إنها تعمل بشكل رائع، استديري الآن لنظف الظهر. هل قليل فقط؟ أوقفيها! مال اللحظة، أعتقد أن هذا منحني فكرة رائعة. لدي هذه الربطة، سأجربها. سأضع الربطة في فوات خرطوم المكنسة بهذا الشكل، ثم سأستعين بقوة الشفط لتركيب الشعر، ثم ستنزلق الربطة. ممتاز، كانت تلك أسهل تصفيفة جربتها في حياتي كلها. أجل، أعتقد أنني مستعدة للذهاب إلى الحفل. شكراً جزيلاً على المساعدة يا أمي. استمتعي. انتظري، نسيتي بطاقة الدعوة. مرحباً جميعاً، ها قد أتيت إلى الحفل.
صففت آني شعرها بضفيرتين، وبيتي أيضاً، حتى ليام. لا يمكن أن أكون مثلهم، أنا من أحدد صيحات الموضة. هي، أنت مصففة شعري، لذا يجب أن تجدي حلاً لمشكلة هذا. حسناً، أقابلك في الحفل. من الجيد أنك أتيتي، كلهم بتصفيفة شعر واحد. واو، أنت محقة، هذا غير مقبول. لكن لا عليك، أعتقد أن لدي حل لكل شيء. سأفصل خصلة من شعرك هنا، وأضيف المزيد أيضاً، وأكرر ذلك على الجانب الآخر. حسناً، تبدين أجمل بالفعل، لكنني لم أنتهي بعد. سأضيف إليك بعض البهرجة، سأزين رأسك بالمجوهرات. ممتاز، يبدو أن الوقت قد حان رسمياً لانضمامك إلى الحفل. مستحيل، انظر إلى إيما، إنها مذهلة. أنا الجادة يا ليام، انظر إليها الآن. ملابس إيما رائعة. هل يمكنني الحصول على تسريحة مشابهة يا ترى؟ لدي هذه الحلوى، سألعقها قليلاً لقد سقطت تباً. أعتقد أن هذا ليس لي. أين وضعتها؟ فار! ماذا؟ فار؟ في المنزل؟ يا إلهي! ها هي بلوزتي، لقد أتلفها الفأر الأحمق، لقد أحدث فيها ثقباً كبيراً. أمي، هل أنت بخير يا عزيزتي؟ هل أخافك الفأر؟ كلا، لكنه دمر البلوزة الحمراء المفضلة لدي. يا إلهي، إنه ثقب ضخم، لكن ربما يمكنني صنع شيء منها. حسناً، لدينا ثقب ضخم، لذا سنتخلص منه. قصصته فاختفى نهائياً. بقي لدي الآن ما تبقى من البلوزة للعمل بها. سأصنع المزيد من الشقوق. لا عليك، سيكون ذلك ممتعاً. سأقص حول الياقة وأزيل هذا الجزء أيضاً، ثم سأواصل القص حتى منتصف البلوزة، لكن من الجزء الأمامي فقط وليس من الجزء الخلفي. سأطوي الحواف وأخيط شكلاً مموجاً. لا عليك، الخياطة سهلة، سأمرر الخيط فقط. انتهيت، سأربطها من الأمام لتحصلي على بلوزة قصيرة وجميلة. واو أمي، يدهشني حقا ما يمكنك فعله. تعجبني كثيرا، شكرا أمي. بقي شيء آخر، يجب ألا تشعري بالبرد. هل اللحظة؟ أمي، صنع الفأر ثقبا في الوشاح أيضا، فئران سخيفة، لا يمكننا التخلص منها، أليس كذلك؟ ما هذا؟ إنه فأر، ها هو. ماذا؟ سكب الآيس كريم على بلوزتي؟ يا له من يوم سيء، علي الآن تبديل ملابسي. نرى، حسناً، لا تعجبني أي من هذا. ماذا لدي هنا أيضاً؟ من الرائع أنك هنا، هذا ممتاز، أنا بحاجة إلى مساعدتك. يا إلهي، إنها حالة طارئة، لنرى إن كان لدينا شيء قد يساعد. ما رأيك في هذا القميص الحريري؟ أجل، سيكون جميلاً. هي، لقد أخطأت هدفك. أوبس، كنت أريد أن ألبسك إياه وليس الكرسي. لا بأس، لدي شيء آخر جميل. لن أعمل في التنظيف بعد الآن، تبدو جميلة جدا ولا يناسبني هذا العمل. عذرا، لكن لا تقلقي، لدي المزيد من الملابس البراقة. ما رأيك أن تدعيني أجربه بنفسي؟ هكذا، لا مزيد من الكراسي أو العاملات الأنيقات. نجحت، تفضلي، أعتقد أن هذه كافية. شكراً، أراك لاحقاً. يا له من نوم، لا أصدق كم هي سيئة في إلقاء ملابس، لكن كل شيء أفضل الآن، حان وقت الذهاب إلى الفصل. هكذا، أصبحت زينة البالونات جاهزة. حسناً، سأتحقق من الثلاجة. أعلم أن لدي وجبة خاصة وضعتها جانباً. هي، لحسن الحظ وضعت عليها ملصقاً. سأضع الشماعات الآن. عيد ميلاد سعيد يا آني. ما هذا؟ ماذا يحدث؟ حفل مفاجئ لي؟ بالطبع، عيد ميلاد سعيد، تمني أمنية. هي، أنا متحمسة لتناول كرم بعيد ميلادي. سأنزع ورقة. هكذا، لذيذة وطازجة، سأتناول طبقة أخرى الآن. عيد ميلاد سعيد يا عزيزتي. لي أنا؟ حسناً، يمكنني تناول القليل. واو، انظري ماذا يوجد داخل رأس الكرومب، قطعة حلوى كاملة، هذا أفضل عيد ميلاد لي على الإطلاق. وهي بنكهة البرتقال أيضاً، إنها المفضلة لديك. صحيح، لكن من الأفضل مشاركتك إياها. انتهيت من تزيين الكعكة. دعني أرى، لا أدري، هل ستعجبها؟ عيد ميلاد سعيد يا إيما، تفضلي كعكتك. ماذا؟ أكره هذه الكعكة، ليس هذا ما أريده.
أوه لا، هل يمكنك جعلها أجمل؟ حسناً، سأرى ما يمكنني فعله. ربما يمكنني وضع هذه الديكورات هكذا. انتهيت. كعكة فاخرة. إنها مختلفة حقاً. هل ستعجبها يا ترى؟ أو كاب كيك على كعكتي، أحبه كثيراً. أو سني. أمي، لما فعلت بي هذا؟ يا إلهي، لا 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 لا، حتما هناك شيء آخر يمكننا فعله. هو صحيح، إنها تحب الفاكهة الطازجة. أها، لابد أن هناك شيء يمكنك فعله بالمنتجات الموجودة في هذا الوعاء. أجل طبعا، أنا طاه محترف مختص بالمخبوزات وأستخدم الفاكهة كثيرا. في الواقع تساعدني قطعة البسكويت هذا في عمل عدة تصاميم. سأستخدمها لتقطيع الفاكهة إلى شرائح. من سيرغب في تناول فاكهة مملة المظهر إن كان بالإمكان تناول الأزهار والنجوم بدلا منها؟ قطعتها جميعا وسأستخدمها الآن لتزيين الكعكة. وها قد أصبحت الكعكة جاهزة. مرحى، ما رأيك؟ برافو، إنها تحفة فنية حقيقية. عيد ميلاد سعيد عزيزتي إيما، وهذه الكعكة لك. أوه واو، أحب الكعك وأحب الفاكهة الطازجة. لذيذة جدا. حسنا، الأفضل دائما لعيد ميلاد ابنتي الرائعة. عيد ميلاد سعيد. أعتقد أنني مستعدة لبدء اليوم الدراسي. هي، إنها أقلامي. أو لا، لقد سحقتها. لا أصدق هذا، كيف سأبقيها مرتبة الآن؟ أوه، هل دست عليها؟ أوبس، أعتقد أنه من الأفضل إخراج أقلامي وأدواتي. تكفيني تلك أثناء اليوم. سأخرج الآن دفتر الملاحظات والملفات والمجلدات. ربما يمكنني إعادة وضعها هنا. يا إلهي، إنها مثيرة للشفقة. يجب أن أساعدها. هي آني، تفضلي، يمكنك استخدام هذا. هي أنا حقاً، شكراً جزيلاً إيما. على الرحب والسعة. انظروا إلى هذه الأدوات المدرسية المذهلة. لدي فكرة، سأستخدم هذه الأربطة المطاطية وألفها حول غلاف المجلد. ستثبت هذه الأربطة أدواتي المدرسية. انظروا، يمكنني وضع المزيد داخل الغطاء أيضاً. هاو، يمكنه حمل الكثير. وها قد أصبحت جميع أغراضي مرتبة وآمنة. أوه، أحسنتي صنعا يا آني. شكرا، لكن لم أكن لأفعل شيئا بدونك. أعتقد أن الوقت قد حان لبدء الدرس. أشكرك مرة أخرى يا إيما. مجرد يوم عمل آخر. لا يمكنني أن أسمح بدخول أي شخص إلى الصف. توقف مكانك. أنت تعرفين من أنا، أليس كذلك؟ انتظري حتى يسمع أبي عن هذا، لن يكون سعيدا. حسنا. Thank you. أو إنه مجرد مبلغ بسيط، سأتركه فحسب. أوه، يا للأطفال الأثرياء. هذه الحارسة مخيفة، إنها توترني جداً. حسناً، ها أنا ذي، أستطيع أن أفعل هذا. سأتصرف بطريقة طبيعية فحسب. توقفي مكانك. هل هذا الشيء آمن؟ كنت أعلم أنه سيفعل ذلك. كلا، لا يمكنك الدخول. ارحلي من هنا، فأنت فقيرة. ليس عليك التصرف بهذه القسوة. ماذا؟ أوه، لقد ألمني هذا بشدة. ما الذي سقطت عليه؟ ها؟ هل هذا ألماس؟ واو، إنه ألماس. هل لاحظت شيئا مختلفا في مظهري؟ ربما بعض البريق؟ إذن هل يمكنني الدخول الآن؟ سأدع الماسح يقرر ذلك. لدي شعور جيد حيال هذا. ها؟ يقول إنك غنية. لا أفهم، لكن الماسح لا يكذب. تفضلي. حقا، أني بالطبع. يجب أن أستعد للصف. سأحتاج إلى كتبي. أتساءل ماذا سنتعلم اليوم. أتمنى أن يكون شيئا مثيرا للاهتمام. أوه جيد، لقد وصلت في الوقت المحدد. كان على الطائرة النفاثة التوقف للتزود بالوقود. هل يمكننا أن نبدأ؟ لدي حجز للعشاء. أوه، انظروا إلى ذلك الدفتر. أعرف إنه مميز جدا، لكن انتظري حتى تري هذا. لا، مستحيل. شاهدي هاتفي. لا أصدق ما أراه، أريد لمسة. أو كلا، لن تفعلي. إنه رائع، أليس كذلك؟ أشعر بالرغبة في كاب كيك. سأضيفها إلى دفتر ملاحظاتي. إنها تبدو مذهلة. لا بأس في شعورك بالغيرة. إن دفتري ممل جدا، لا يتسنى لي الحصول على أشياء جميلة أبدا. الحياة ظالمة جدا. مهلا لحظة، لدي فكرة.
سأبدأ بقص هذه الصور. يشعرني هذا بالجوع. حسناً، هذه هي الصورة الأخيرة، لكن ما زال لدي عمل علي إنجازه. سأمر من هنا. لا تهتم بما أفعل، علي العثور على الغرض الصحيح فحسب. أها، هذا ما كنت أبحث عنه. لا، ليس الكرواسون. أنا في حاجة إلى ورق الزبدة هذا. برفق وثبات، لا يمكنني السماح له برؤيتي. إنها جريمة مثالية. تبقت مسافة قصيرة. لقد قطعت ورقة الزبدة إلى مربعات، ثم سأضع الصور أعلاها، ثم سأغطيها بشريط لاصق. أريد أن يكون الشريط اللاصق أملساً، لا أريد أي تجاعيد. ثم سأقص الرسومات الآن. سأتماهل في هذا. علي اتباع الخط الخارجي. يبدو هذا جيداً. يمكنني إزالة ورق الزبدة الآن، وسألصقها على دفتري. إنها تبدو جيدة. سأفعل الشيء نفسه مع البقية. أوه، إنه يبدو أفضل بالفعل. لا يمكنني أن أنسى البيتزا. يا أليكس، شاهد هذا. مدى الألوان، الصور. أوه، لقد أحببته. كنت أتمنى أن تقول ذلك. ما هذا الشيء الدابق؟ مرحباً، أريد وعاء من هذا. هل ارتدت مدرسة الطهي لأجل هذا؟ أنا حتى لا أعرف ما هو. أنا أدعوه بالمادة الخضراء. تفضلي. إنه دبيق قليلاً. مهلاً، لا داعي للتعجل. أترك مغرفتي. من يحتاج إلى وعاء؟ لقد تخلصت منه. استمتعي به. انظروا إلى هذا، طعام مجاني. من المستحيل أن أتناول هذا. سأطلب الطعام. يبدو هذا شهياً. تعطي الكتل نكهة إضافية. شهي، أتوق لتذوقه. هذا مقزز للغاية. كيف يمكنها أن تأكل ذلك؟ أيها الخادم. هذا أفضل. شكراً لك أيها الخادم. أحب الاستمتاع بالأشياء الفاخرة في هذه الحياة، ولا يوجد أفضل من السوشي الطازج. يبدو لذيذاً. بدأ لعابي يسيل. مهلاً، ما هذا الطنين؟ إنها ذبابة، وهي على السوشي الخاص بي. ماذا سأفعل؟ لقد أفسدت. سأتقيا. ليس هذا أمراً مهماً، إنها مجرد ذبابة. يا أليكس، هل يمكنني تناول هذا؟ بالهناء والشفاء. أمل أن تشعر بتحسن. ارحلي أيتها الذبابة. ها، طعام فاخر. إنها شهية جداً. لا أصدق أنهم جعلوني أجلس على الأرض. من الصعب جداً إنجاز عملي. ها؟ هل تمطر أموالاً؟ ما الذي يحدث؟ وبعد ذلك أعطوني ماسة واحدة. واحدة فحسب. هل تتخيل ذلك؟ سيبدأ الصف. ها، في الوقت المحدد. علي الذهاب. لنتحدث لاحقاً. وإلى أين تذهب؟ توقف مكانك. ما مشكلتك؟ دعني ألقي نظرة عليك. ليس لدي وقت لهذا. كما ظننت، أنت لا ترتدي قميصاً. سنرى حيال ذلك. أبي، أرسل المروحية الآن. يا إلهي، ما الذي يحدث؟ إنه الاختطاف. أنقذوا أنفسكم. التوصيل الخاص لأجلي فحسب. شكراً يا رفاق، هذا ما أحتاج إليه تماماً. سأرتديه. سيأتي هذا بالغرض. سأطويه داخل ملابسي. يجب أن يبدو جيداً. ها، أبدو جيداً دائماً. حان وقت العرض. هل يمكنني دخول الصف الآن؟ مهلاً. هذا أفضل بكثير. لقد استوفيت الشروط. عذراً على الإزعاج. شكراً لك. ما الذي سأفعله؟ ربما يمكنني أن أخفي التيشيرت. انتظري مكانك. علي رؤية ذلك. توقفي عن التحرك. أنا أحب هذه اللعبة. توقفي. طفح الكيل. تادا. محاولة جيدة، لكني أريد دخول الصف فحسب. مهلاً، لدي فكرة. سأقطع قطعة من الورق هكذا، ثم سألفها حول رقبتي. ستشكل يقة لطيفة. لنفعل ذلك. أوه، لقد أثرت إعجابي. يا لها من يقة أنيقة. تفضلي بالدخول. شكراً لك. شاهد هذا يا أليكس، إنها أنيقة جداً، أليس كذلك؟ أفضل الحرير الإيطالي أكثر من الورق، لكنني أصنع قواعدي الخاصة. أنا لا أرتدي قميصاً. سألقي بهذا في القمامة. حقاً؟ من الأفضل أن أخرج بعض الورق للصف.
آه، لقد نسيت بشأن هذا. أعتقد أنني سأضطر لاستخدام هذا. إنها أنيقة وعملية. أراهن أن قميصك لا يستطيع فعل ذلك. أوه، هذا صعب. يوجد الكثير لأتعلمه. أتفق معك، لا أفهم أي من هذا. ليس هذا منطقياً؟ لدي ملاحظات في كل مكان. أحتاج إلى تنظيم هذا بشكل أفضل. أعتقد أنه من الأفضل أن أبدأ. هل هكذا ستفعلينها؟ أنا أفضل استخدام هذا. ها؟ ما هذا؟ ها؟ شاهدي هذا، سأضع الورقة هنا ثم سأدير المقبض. إنها تمزق الورق. إنها سريعة جداً وسهلة الاستخدام. أوه، هذا مدهش. أتمنى لو كان لدي آلة تمزيق الورق. لدي فكرة. لدي آلة تمزيق خاصة بي. إنهما تعملان بنفس الكفاءة. يمدني هذا بشعور جيد. انتهيت. لكن هذا لم يساهم في ترتيب مكتبي. لا يزال هناك جبل من الورق. هذا مثير للاهتمام جداً. أوه، ترك أحدهم علبة صودا. قد تبقى القليل منها في العبوة. هل أنا أحلم؟ سأستمتع بها. عجل، لقد روى الظمأي. هذا مضحك جداً. يا إلهي، هذا كم كبير من الوجبات الخفيفة. لا أستطيع أن أتناولها وأحمل هاتفي في الوقت نفسه. سأضع هاتفي هنا. هل تحتاج إلى المساعدة؟ لا بأس، سأتولى الأمر. هل أنت متأكد من ذلك؟ يصعب مشاهدة هذا. لدي فكرة، سأحدث انبعاجاً في العبوة. جرب هذا. أوه، مدهش. إنها مثالية. أنت عبقرية. هل تودين رقائق البطاطس؟ حفل في منزل ليلى سيكون مذهلا. أو مرحبا يا فتيات، ابتعد أيتها الفاشلة. أو حتما لم يروني. أين نظارتي؟ هل يمكن أن يساعدني أحد؟ ما هذا الضوء؟ هل هذا لك؟ مهلا، هل يمكنك يقضي هذا الشيء؟ أو لا أصدق أني كنت أحمله. يجب أن أتعقم. هذا أفضل. واو، مرحبا يا أصدقاء. إلي لنلتقط صورة، ابتسموا. أو أنتم الأفضل. ها، ماذا يحدث؟ طائرة مروحية، من هذا؟ شكرا على الجولة، أحب لفت الأنظار. أثر أصاب فعلاً. هذا درس ممل. هاي، انتباه. اختبار الرياضيات، أنا أعد الملف حسب. لا يهم، أنا مشغولة. آمل أن أنجح، لقد درست طوال الليل. لا أريد أي كلام، ها هو الاختبار. هيا بنا. لدي أشخاص يؤدون الاختبار عني. أوه، جيد، جميل جدا. أوه، نجحت، شكرا لك. وأشكرك على السيارة الجديدة. سأخرج. صعب جدا لكني تمكنت من حله. انتهيت. يستحق المال فعلا. أيتها المعلمة، يمكنك استلام ورقتي. شكرا. هذه مضيعة للوقت. حسناً، وضعت الدرجات. دهشت بنتيجتك يا إسي. واو، ممتاز، مذهل، شكراً لك. جيد، كيف هذا؟ هاي، لم أدفع لك كل هذه النقود. أوه، لا أعرف ماذا أقول. هذا مزعج جداً. مرحباً أبي، أريد طالباً مجتهداً آخر. سأضع هذه في خزانتي. يجب أن أحضر قفلاً. ها؟ غرفة سرية؟ لم ألاحظها من قبل. ربما علي إلقاء نظرة. واو، واسعة جداً. أو يبدو المكان مريحاً. أخيراً مكان للدراسة والقراءة. واو، لم أكن أعرف ذلك. سأتي إلى هنا أكثر. واو، مرحباً ألي. أوه، لماذا؟ وكأني سأتحدث إلى جاستن. لا أفهم أي من هذه. أريد وقتا لنفسي. لحسن الحظ لدي مكاني الخاص. سأدخل ببطاقتي الذهبية. هذا أكثر ما أحبه. مكان سعادتي.
وقت المرح. يبدو هذا مثيرا. واو، وكأنه حقيقي. أو أنا بحاجة للاسترخاء. هذه أحدث تدابير السلامة. علي الحذر. أخيرا وصلت. تفضلي. أكره تحدث المساعدين إلي. أريد تدليل نفسي. سأضع لك قناع للوجه. أفضل قناع على الإطلاق، مصنوع من الذهب. ستبدو بشرتك أكثر تألقا. هذا مضحك، فهو يكلفني ذهبا فعلا. تفضلي. أحب عملي. لماذا ما زلت هنا؟ هذه الحياة. لا أدري ماذا سأكل. هناك الكثير من الخيارات. لكن يا أبي، أريد يونيكورن. هاي هنا. سأحضره حالا. احرصي على فعل ذلك. تفضلي بالهناء والعافية. لما علي الجلوس بجوارها؟ لا، لن تفعلي. هذا سيء. هذا مثالي. طعامك سيدتي. أملك ذوقا فاخرا. لذيذ ولا يناسب الجميع. ماذا؟ هاي أنت، تعالي إلى هنا. نقودك سيدتي. لذيذة. ماذا؟ لا أصدق. ذهب لذيذ. سخيفتان. أنا جائع جدا، أريد شيئا لتناوله. لكن ماذا؟ لا كثير من الخيارات. وجدتها. هذا اللون مناسب لي. سأبدأ بالصيد. جميلة وطرية. أعتقد أن هذا طعام سريع. جميل وسهل الصيد. يا لها من تحلية. أحب العناكب. ماذا؟ نسيت هاتين الفتاتين. علي أن أجد وظيفة أخرى. ما هذا؟ نمت جيدا. حان وقت الاستعداد. لا ماء. لماذا سأغسل وجهي؟ سأنظف أسناني على الأقل. ما الحاجة لفرشة الأسنان؟ رائحة النعناع المنعشة. حسنا، ستفي بالغرض. ماذا سأرتدي؟ حسنا، جميل. جيد، سأذهب الآن. لا لا، ذلك اليخت صغير جدا. أشرقت الشمس. أحتاج فكرة مبتكرة. واو، جيد. هاي، انهضي. ووهو. حسنا، لن تقاوم هذا. ذهب. يا له من حلم رائع. أحسنت صنعا كالعادة. إنه عملي. وداعا. حل صباح. أين هاتف المكياج؟ أريد مساعدتك. ماذا يمكنني أن أفعل لك؟ ضعي لي المكياج. سيكلفك هذا. أين النقود؟ حسنا، خذي. حقا مستحيل. هل علي فعل كل شيء بنفسي؟ هذا ممل.
حسناً، أعتقد أننا مستعدون للبدء. هاي انتباه، أول خريجة هي شارل. معجبين المخلصين. تخرجتي لأن والدك اشترى لنا مسبحاً، تهانينا. لم تلمسني؟ إيه؟ لا أحب هذا، سأغادر. لنصفق لشيرل. التالي يا إلي. أحرص أن يلتقى المصور صورا جميلة. تفضلي شهادتك. مرحى فعلتها. بكل تأكيد. وقت سيلفي. أو هذا جميل. حسناً انزلي عن المنصة. وأخيراً آسي. أنا سعيدة جداً. إليك هذه الورقة. هذه؟ وعدت نفسي ألا أبكي. تعالي إلى هنا. تمالك نفسك يا كيفن. تستحقين هذا يا آسي. واو، منحة. يا آسي، هذا أفضل يوم على الإطلاق. مرحبا. هل تتحدثين معي؟ مرحبا. هل أنت عطشان؟ أجل، شكرا. لم أقصد ذلك، لكن لا يهم، حصلت على دش مجاني. يا إلهي، هذا مضحك. سأحصل على قارورة أخرى لاحقا. انتبهي من قشرة موز غبية. ما كل هذه القمامة؟ هل أصبحت مشردة؟ أي واحد؟ ما طعم هذا الآيس كريم يا ترى؟ طعمه حلو. غني بالشوكولاتة. ما الذي تفعله؟ يا إلهي، آسفة، يبدو أني كنت أحلم. يمكنك شرب هذه الكولا. خذي. شكرا. هل هذا حساء كولا؟ إنه ساخن جدا. عجب أن طعمه فظيع. وجدتها. هل مشروبك الغازي سخن؟ ضعه في كوب ثم ضع عود آيس كريم في منتصفه. بعد أن يتجمد أخرجه بالكامل. واو، أصبحت الكولا مثلجة. أفضل من الكولا العادية بكثير. شعري جاهز للمدرسة. أين وضعت الكتب؟ ها هي. أحتاج إلى أغراض كثيرة اليوم. هناك شيء ناقص. أين أقلامي؟ أنا متأكدة أني تركتها هنا. يا إلهي، أعدها أيها الفأر الغبي. أنا أحتاجها بشدة، أرجوك. يا أصدق ما حدث. مهلا، علبة برينجلز. يمكنني الاستفادة منها. ضع غراء ساخنا على الجوانب هكذا، ثم أضف خطوطا متعرجة. اقلب العلبة الآن. وضع الغراء على حواف القاع. ولا تنسى القاع نفسه. الخطوط المتقاطعة خيار جيد. هكذا، اقلب العلبة مع الخطوط وأخرج العلبة. ألصق القطعة العلوية والسفلية وأضف سحابا. وأصبح لديك مقلمة. والحاجة أم الاختراع بالفعل. يجب ألا أتأخر على المدرسة. جيد، من التالي؟ مرحبا. هلا ابتسمتي؟ شكرا. حسنا.
يا للهول، هل تنظفين أسنانك؟ ماذا؟ أوه، أسناني سيئة. هيا انظفي. ماذا سأفعل معها؟ هذا محرج. مهلا، خطرت لي فكرة. قصي قطعة من ورق الشمع ثم ضعي معجون أسنان في المنتصف. هذه الكمية كافية. رشي صودا الخبز فوق. بعد ذلك ادهني بإصبعك الخليط على القطعة. إنه جاهز الآن. ضعيه على أسنانك مباشرة وانتظري. بعد مرور 20 دقيقة أزيل القطعة. أصبحت أسناني ناصعة البياض. أحسنتي، ابتسمي ابتسامة عريضة. مهلا، هل اليوم عيد ميلاد إيفا؟ لا أصدق أني نسيت. لابد أن لدي هدية هنا. أو ليست هنا بالتأكيد. هذا؟ كلا، مرة شاطئ. كلا، غلاف فقاعي. طبعا، هذا الشيء متعدد الاستخدامات. ما الذي سأصنعه منه؟ أو أجل، سأقص مربعا صغيرا ثم سأستخدم الطلاء لرسم خط في الأعلى مع الحرص على أن يكون الخط مستقيما. أكرر هذا الخط بألوان مختلفة. أليس رائعا؟ هل هذه إيفا؟ مرحبا، عيد ميلاد سعيد. صنعت هدية مميزة لك. شكرا، أعشق هذه اللعبة. ستبقيني مشغولة لساعات. أنا سعيدة لأنها أعجبتك. أحب صديقتي العزيزة. الجو مشمس اليوم. ماذا تطالعين؟ أوه، هذه المجوهرات ثمينة. يبدو أنها تريد مجوهرات. سأعود حالا. مرحبا، هل لديك شيء كهذا؟ أتيت إلى المكان المناسب. ما رأيك؟ سعره غال. هذا؟ إنه أغلى. ماذا عن هذا؟ يا إلهي، لحظة نجدة، ماذا سأفعل؟ أجل، أترى هذا القلم الخطاط؟ استخدم قلم الغراء لإنشاء تصميم جميل. واصل واحرص على أن يلتف حول القلم. أزله حالما يجف. واو، ماذا؟ اختاري يداً. هذا. حسناً، هذا مفاجأة. هل هذا الخاتم لي؟ إنه مميز، خاتم حقيقي لي. لم أعد بحاجة لهذه المجلة، لقد أعجبني. لا أعرف كيفية العناية بأظافري، لكني لا أستطيع الذهاب للصالون. ما هذا؟ دولاران؟ هذا السعر يناسب ميزانيتي. مرحبا، هل يمكنك مساعدتي؟ ربما. يا للهول، سيكلفك هذا مبلغا كبيرا. ماذا تريدين؟ هذه الأسعار جنونية. هذا كل ما لدي. دولاران، انظر. في هذه الحالة، مانيكير بمسدس الغراء. موافقة. افردي ورقة الشمع. اصنعي دائرة بالغراء. ثم ضعي ورقة شمع أخرى فوقها واضغطيها بالمكواة. بعد الانتهاء، أزيل الورق وحددي يدك على الغراء. احرصي على تحديد اليد بالكامل بما في ذلك الأظافر. ضع المانيكير عليها الآن. الأحمر خيار موفق. ثم قصي الأظافر. إنها مناسبة تماما. أترين؟
إنها مذهلة. طبعا. أجل، علينا إتمام تلك الصفقة. أوه، مرحبا يا طفلتي، جاء باكي ليقل لك أنت ظريفة جدا. أوه، يبدو طفلك فقيرا. أوه، ها هو ملاك أمي الصغير. كيف حالك يا عزيزي؟ ربا لا تبكي، أمك معك الآن، سيصبح كل شيء على ما يرام. طفلة ثرية وطفل فقير، أعتقد أن الوقت قد حان لينضجا. يبدو أن علينا إضافة عدة سنوات إلى عمرهما. ترى كيف أصبح حالهما الآن؟ أعلم ما علينا فعله لنرسلهما إلى الجامعة. أوه، تبدو هذه الجامعة رائعة. أظن أن هذا سيكون ممتعاً. أوه، يا له من رقم غرفة مبشر. تفضلي بالدخول أولاً يا لازي. يبدو أن هذه هي الغرفة المخصصة لنا. أوه ربا، هذا مقزز. مهلاً، الأمر أسوأ من ذلك، ينبغي هدمها تماماً. كلا، مستحيل، كيف يتوقعون منا السكن في غرفة بهذا الحال؟ لا بأس بها. لا أصدق أنه راض بغرفة بهذا الحال. انظري، وجدتني قشة، أظن أن بإمكاننا تنظيف هذه الغرفة. يسهل حقا التخلص من شباك العناكب. يوجد الكثير من القمامة والخردة، جمعها وإزالتها ليس بمعضلة. أوه، من الأفضل أن نزيل أوراق الجرائد من على هذه الحائط. ها قد بدأ شكل الغرفة يتحسن والقمامة إلى سلة المهملات. حسناً، حان الوقت لتجهيز فراشي. هذا ما أدعوه بالفراش المريح. أو الذي توجد مساحة وفيرة هنا إن أردت مشاركتي. كلا، شكراً. هل تظن حقاً أنني قد أنظف جانبي من الغرفة بنفسي؟ مرحباً، أحتاج إلى وجودك هنا للاهتمام بأمر من أجلي. مرحباً يا آنسة، أنا عامل خدمة التنظيف التي طلبتها. مهلا اللحظة، إنه يشبه ليا كثيرا. على أي حال، أحتاج أن تنظف هذه المساحة كلها. يمكنني فعل ذلك، لا مشكلة في الأمر. لا أفهم حقا ما الجذاب به، لكن لا يهم ماذا ما يؤدي عمله. يبدو أن علي جمع هذه القمامة. أوه، معذرة يا آنسة، لكنني انتهيت من التنظيف. أو صحيح، المال. لا أفهم لما يريده الجميع دائما، لكن على أي حال تفضل. أو هل تريد المزيد؟ حسناً، لا بأس، تفضل، ينبغي أن يكون هذا كافياً في رأيي. والآن أرحل رجاءً، أحتاج إلى عمل مكالمة أخرى. هجل، ضع ذلك الكرسي هنا رجاءً. هذا رائع. أو ارحل الآن. أو لقد انتهيت من تنظيف جانبك، يبدو جميلاً. أفضل حيلة تعرفونها للمدرسة. تذكروا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم والاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة كهذا الفيديو. انقر اعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة. المدرسة صعبة، ولهذا السبب ابتكرنا هذه الحيل الرائعة لتسهيل يومك. ما هي أفضل نصيحة لديكم للمدرسة؟ أخبرونا في التعليقات. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم والاشتراك في قناتنا للمزيد من الفيديوهات الممتعة المماثلة.